خلينا اعتذر لكم الاول على اللي حصل النهارده. اكيد دكتور هشام اعتذر لكم برده انه جات له حاله زايده مفاجاه. انا وانا بكلمه بيقول لي معلش اصل جات لي زايده. قلت له الف سلام عليك. لا ده انا جات لي يعني حاله فرحت اعملها. ده ده طيب ده اولا. ثانيا بقى النهارده انا كنت محضر اصلا حاجه كبيره بس يعني علشان خاطر وقتكم ونقدر ان احنا نضغط في يوم تاني احسن نبتدي مثلا بدري شويه او حاجه. فيبقى النهارده يعني هقول جزء من المحاضره مش كل المحاضره عشان حتى اللي عنده التزامات لان احنا المفروض ملتزمين بده. حاجه تانيه كمان بعتذر عن الحاجات اللي حصلت في التنظيم في الاول اللي هو ان الداتا شو قعدت خدت وقت على ما تشتغل وهو المفروض يبقى فيه داتا شو ثانيه ولاب ثاني جاهز ستاند باي على طول. ف يعني بقولكم ان الايام اللي جايه تبقى متداركه دي بحس وقتكم ما ضيعش ان شاء الله. خلينا نبتدي لايت بقى بعد الصفر عايزين نطفي النور اللي هنا. الاول نعرف ايه الرول بتاع الجنرال براكتيشنر في الكارديولوجيكال ايمرجنسيز. ممكن نركز كده ونهدى علشان خاطر نحقق اكبر قدر من اللي المفروض نعمله النهارده ان شاء الله. الرول بتاع الجي بي اول حاجه تو بيك اب ايمرجنسي كيسز. يعني لازم انت تبقى بتعرف مين فيهم ايمرجنسي ومين مش ايمرجنسي. لازم تقدر تحدد البرايورتي اول ما تشوف الحاله. تاني حاجة to provide the first aid and life saving actions. مطلوب منك ان انت لو في حاجة life threatening situation لازم انت تتصرف لغاية لما تبعت العيان للمستشفى. في شوية حاجات احنا هناخدها النهاردة ازاي نتعامل مثلا مع عيان بأكيوت سيفير شست بين وعلى مدار الكورس ان شاء الله ازاي تتعامل مع عيان جاله سينكوبال اتاك. ازاي تتعامل مع عيان عنده سيفير ريسبيراتوري ديستريس. كل ده يعني هناخده ان شاء الله في الفترة اللي جاية. كمان دورك برضو to refer emergency cases to hospital whenever indicated. هنا في نقطتين بقى. نمبر 1 هو ان ما يبقاش فيه افراط. رقم 2 ما يبقاش فيه تفريط. يعني ايه بقى؟ ما يبقاش فيه افراط ان انت كل حالة تشوفها علشان انت قلقان تقوم تبعتها على المستشفى. لان خد بالك انت دلوقتي في منكم اللي اسمه امتياز. بس بعد كده خلاص انت دلوقتي مسموح لك ان انت تغلط وتخبط وكل حاجه. انما بعد كده الناس للاسف وده سلوك يعني ان ايثيكال هو بيتريقوا على بعض. يعني بيبقى واقفين في الاستقبال فتيجي الروشته فشوفوا النبي بعت الحاله علشان خاطر مش عارف ايه كاتب انفيريور اسكيميا. هو في حاجه اسمها انفيريور اسكيميا؟ دكاتره الكارديولوجي بيتريقوا ليه بقى؟ لان اصلا الاس تي سيجمنت ديبريشن انتوا عارفوا كده لما تلاقوا اس تي سيجمنت ديبريشن ده يساوي اسكيميا. بس لو لقيناه في ليد مين الانفيريور ليدز؟ 2 و3 واي في اف. فلو لقينا اس تي سيجمنت ديبريشن في الانفيريور ليدز فبنقول انفيريور اسكيميا. مع ان الحقيقه بقى اكتشفوا ان الاس تي سيجمنت ديبريشن لا يحدد مكان الاسكيميا. اللي بيحدد مكان الاسكيميا اس تي سيجمنت اليفيشن. يعني لو لقيت اس تي سيجمنت اليفيشن اقول ده في انفيريور مايكارديال انفاركشن. طب لو لقيت اس تي سيجمنت ديبريشن في ليد 2 و3 واي في اف اقول في اسكيميا بس ما اقولش انفيريور لان اتضح انها مش لازم تبقى انفيريور. اذا الاس تي سيجمنت اليفيشن هو الاونلي لوكاليزنج ساين. والباثولوجيكال كيو لو كان اولد مايكارديال انفاركشن. فهو بيحصل كده ان ده المبعوث الحاله مبعوثه a case of inferior ischemia. فنبص عليه ازاي اعرف منين انها inferior. هو عشان ST segment depression في الانفيريور تبقى inferior ischemia. الموضوع ده طلع غلط فهتلاقي الناس بتتريق. او بقى مثلا حاله ما تستحقش ان انت تبعتها وكان ممكن تديها اي علاج هناك. هايبرتنسيف مثلا ضغطها 180 على 100 ففي واحد عنده افراط بيعمل ايه بقى؟ يعني مبالغه في الاكشن 180 على 100 يقوم يكسر له حبايه ايبيلات. عارفين الايبيلات؟
ده اسمه ايه في ده نايفيدبين كاسم شاب لوكر بتبقى كبسولات كده فيكسر له الكبسوله ويحطها له تحت اللسان وبعد ما يحطها له تحت اللسان عشان ينزل بلاد بريشر يروح بسرعه على المستشفى لان ده ممكن يجيب لك جلطه في المخ ممكن يجيب لك نزيف في المخ في حين 180 على 100 without any severe headache او blurring of vision او disturbed consciousness يقول له حضرتك لازم تقلل الملح في الاكل ولازم تاخد علاجك بانتظام ولازم تخس شويه ونقوم زودين له دواء الانتي هايبرتنسيف وحضرتك تروح طب في شويه هادك ياخد بنادول انا مش لازم يفضل موجود في المستشفى ولا يفضل قاعد جنبيك ولا حاجه تحت لسانه ولا الكلام ده خالص الشاهد ان انت ممكن تبقى من المفرطين او المفرطين ايه بقى الناحيه الثانيه ان انت ايه يعني عيان سيفير شيست بين هنحط له هنا نيتروديرم باتش لزقه نايتريتس عشان تقلل البين وبرده بالمره اديله ايه حقنه فولتارين الواحد بيبقى مش متاكد البين ده بتاع كاردياك ولا مش كاردياك فقال لك ايه تضرب كل الحاجات وهو اكيد هتيجي في واحده منهم هتصيب فتديله ايه حقنه فولتارين اهو لو ماسكولو سكليتال او بريكاردايتس او روماتيك او اي بين هيتحسن الا لو كان كاردياك ولو كاردياك اديله بقى بيتا بلوكر مع ايه مع مثلا اي انتي اسكيميك ثاني وليكن نايتريتس او حاجه سبلينجوال نايتريتس وخلاص وتقعد العين جنبيك شويه في حين ان المفروض ان العين يعمل اي سي جي لان وارد ان تطلع مايوكاردال انفاركشن وانتوا عارفين تايم از ماسل ففي ناس كده وفي ناس كده عشان كده لازم تبيك اب ذا ايمرجنسي كيسز وتعرف امتى تحولهم خلاص لا تحولهم زياده عن اللزوم عشان ما حدش يتريق عليك ولا حتى كمان انت كده بتحمل كتير على زمايلك اللي في المستشفيات الثانيه وهم اصلا بيطلع عينيهم اصلا والحاجه الثانيه ان انت ما تضيعش فرصه على العيان ان هو كان ممكن يغير مستقبله خالص طب خلينا نشوف كده فور اكزامبل ذيس كيس افيرتي انتوا شايفين ورا كده يا جماعه مش شايفين الكلام طب اطلعوا قدام في اماكن قدام كتير هنا عشان خاطر لسه هيبقى فيه سي جيز وحاجات هنحتاجنا يعني نشوفها مع بعض انا هقول عامه قراءه يعني وركزوا معايا انتوا معاكم الكروت كلكم ها الكروت الحمراء والخضراء عشان ده جزء مهم في الديسكشن يعني ركزوا معايا a 32 year old lady came to you complaining of a first attack of localized stabbing left inframammary chest pain عندها كم سنه 32 سنه واول مره جالها في عمرها localized stabbing left inframammary chest pain تقريبا كل الفيميلز بيشتكوا من الشكوى دي that started this morning and still present for the last 4 hours ده كتير localized stabbing chest pain موجود هنا خلاص this pain increases by cough with associated tenderness on examination حاجه حلوه خالص لما بتكح بيزيد وانت بتحط ايدك كمان على صدرها كده بتدوس ففي tenderness She denies any trauma or fever. ركز عشان كل كلمة هنا مهمة. She has no relevant past medical history apart from two cesarean sections, last of which was 3 years ago. Now she has an IUD. ال IUD ده. طب أمال ال ICD. implantable cardioverter defibrillator. طبعا ده IUD ده intracranial device طيب no family history of premature coronary artery disease وزي ما قلت شوف احنا بنسال على ايه في الهيستوري blood pressure 140 على 90 في الرايت بريكيال والهارت ريت 108 بيت بير مينت تاكيكارديك شويه and chest examination showed bilateral normal vesicular breathing pre-cardial examination showed normal S1 and S2 with no murmurs. نلخص الحالة 32 سنة جاية بتشتكي بوجع في صدرها left inframammary localized ويزيد بالكف ومعاه tenderness. blood pressure بتاعها تقول عليه ايه ده 140 على 90 يعني ده كويس هو ده ال 140 على 90 بالديفينيشن بتاع الهايبرتنشن الجديد تعتبر هايبرتنسيف بس طبعا في ظروف شيست بين وكده دي عادي اي حد اصلا هيبقى جاي قلقان هيبقى البلاد بريشر بتاعه كده وبالتالي احنا مش هنحكم عليها انها هايبرتنسيف وحتى لو هي هايبرتنسيف 140 على 90 ده مش الثريشولد بتاع بدايه الميديكيشن نقول لها بس خدي بالك بقى ضغطك ممكن يعلى مش عارف ايه انما 140 90 دي حاجه فيري نورمال لو اعتبرنا ان ده اكيوت سيتويشن يعني خلاص كده طيب هير اي سي جي هنا بقى نقط مهمة جدا
لو مشينا سيستماتيكا طبعا انتوا كلكم شايفين ان هنا دي ليد 1 2 3 اي في ار اي في ال اي في اف في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 وبعد كده في لونج ستريب من في 1 وليد 2. خلينا نمشي سيستماتيك. نمبر 1 هنقول ريزمند ريت. ايه رايكم ده ريجولر ولا ايه ريجولر؟ ريجولر. الار ار انترفال تقريبا فيكسد. يعني بص على الريزم ستريب اللي تحت دي ار ار انترفال دي فيكسد ار ار انترفال. حاجه ثانيه طب هو ريجولر هل في بي ويف ام كل كيو ار اس كومبلكس؟ في بي ويف دي بي ويف ودي بي ويف بي ويف اي كيو ار اس كومبلكس هتلاقي قبل في بي ويف. طيب كويس قوي. اذا ده ريجولر ار ار انترفال والهارت ريت على كام؟ طيب لو انا قلت لكم ان المسافه ما بين الار والار اربع مربعات كبار خمسة وسبعين. الظاهر ان الهارت ريت نزل شويه يعني وقت ما كانوا بيعملوا الاي سي جي الهارت ريت نزل شويه. طيب نبص على الاكسس كده. الاكسس لو فكرتوا زمان كنا بنبص على حته الاكسس دي مهمه مش كلام فاضي. يعني الاكسس بنبص على واحد واي في اف واحد فوق واي في اف اي تحت خلاص. فحتى كنت بفكركم واحد انتوا طلبه كنا بنقول ايه لو هما الاثنين باصين فوق يبقى ده نورمال اكسس. لو باصين لبعض وبيسلموا على بعض يبقى ده اليمين يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. لو باصين بعيد عن بعض بليفت اكسس. بقى احتمال ثالث رابع ايوه ان هما الاثنين يبقوا باصين تحت ده اسمه اود اكسس او اكستريم اكسس. خلينا نشوف كده هنا ايه الاخبار. الاكسس ايه عندك في ليد 1 الكيرس كومبلكس از نيجاتيف وفي ليد اي في اف برده نيجاتيف الاثنين باصين لتحت. ده ايه ده؟ ده الاكستريم اكسس ديفيشن اود اكسس. كمان 1 كان نوتس ان في تي ويف انفرشن فين؟ في ليد 1 واي في ال وده لوكالايزد يعني واخد دول واحد واي في ال دول ايه؟ ايوه دول لاترال ليدز مش كده؟ اذا خد بالك بقى العيانه اللي كانت عاديه دلوقتي وكانت 32 سنه وانت بتقول يعني دي سنها صغيره عندها بين ماسكلوسكليتال عندها تي ويف انفرشن لوكالايزد فين؟ خد بالك مش في كل الليدز ده واخد ليد معينه ليد واحد واي في اف يمكن كمان باين في في 1 مش كده؟ ليد في 1 في مالتي ويف انفرشن كده. طيب then the next step should be give aspirin, nitroglycerin, transdermal patch, then refer to hospital. ولا give aspirin, nitrates and beta blockers and ask for echocardiography. ولا perform another ECG after 5 minutes. ولا give topical analgesic وليكن مثلا فولترين جل and reassure. خلينا نمسك واحدة واحدة كده ونصوت عليها وبعد كده يعني نقول يس او نو وبعد كده نختار واحدة منهم خلاص نشوف أكتر واحدة يعني. بالنسبة للجواب A هل احنا بعد ما شفنا الهيستوري والإكزامينيشن والإي سي جي give aspirin and nitroglycerin transdermal patch then refer to hospital. اللي موافق يرفع الكارت الأخضر اللي مش موافق يرفع الكارت الأحمر. ما ينفعش حد ما ينفعش. ما ينفعش حد ما ينفعش. مش معاكم؟ طيب يعني اللي مش معاه مش هيشارك. اللي معاه بقى يا ريت يشارك. انا مش هسال حد بالمناسبه يعني ما فيش حد هساله اقول له انت عامل كده ليه رافع كارت الاحمر مش اقول كده خلاص بس ارفعه لو سمحت. يلا معظم اللي موجودين مش موافقين. طيب give aspirin nitrates and beta blockers and ask for echocardiography. ابتدت تظهر شويه حاجات خضراء بس شكلهم كده 50-50. اوكي perform another ECG after 5 minutes. برضو 50-50. طيب give topical analgesic voltaren gel and reassure. yeah برضو 50-50. طيب خلينا كده نمشي ورا واحد من ال يعني خلينا نقول بقى احنا هنصوت بطريقه ثانيه. اللي عايز الجواب ايه يرفع ايده. واحد اثنين ثلاثه اربعه. اللي عايز جواب بي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر. اللي عايز سي شكلهم اكتر شويه. اللي عايز دي طيب دي اكتر نختار دي. اوكي انا خلينا ندوس على دي ونشوف. اوكي you give topical analgesic this voltaren gel and send the patient home. the patient improved markedly الحمد لله كويس and came 2 days later to thank you.
شوف ده بيحصل على فكره, مش تهريج يعني, ساعات كتير. انا جيت بس عشان خاطر اشكر حضرتك يا دكتور على العلاج اللي انت اديتهولي. تسلم. You advise her to have another ECG. انت بقى العلاج جاب نتيجه وعايز تطمن التي ويف انفرشن ده لسه موجود ولا لا. المهم كان هذا الاي سي جي التي ويف اللي كانت مقلوبه اتعدلت في واحد اي في ال بقت نورمال. Then والاكسس بقى نورمال. Then the next set should be hospitalized because of dynamic T wave changes. يعني تبعت المستشفى عشان خاطر عندها dynamic T wave changes. By the way, dynamic T wave changes is a very important sign. اللي بيبقى عنده dynamic T wave, يعني dynamic يعني T wave inversion, يبقى موجود وقت الشست فين وبعد ما الشست فين يروح الT wave ايه تتعادل. ده معناه ان الحاله very critical and should be hospitalized. ده بالمناسبه اللي احنا يعني دي مسج من المسجز اللي لازم توصل لكم. ولا ري اشور اند سيند هوم. خلينا نقول اللي عايز hospitalized because dynamic T wave changes يرفع كارت الاخضر, واللي مش عايز يرفع كارت الاحمر. طيب اللي بيقول ري اشور اند سيند هوم, اخضر فين والاحمر فين؟ يا جماعه ارفعوا. طيب هي اللي جايبه ريأشور اند سند هوم. طب والديناميك تي ويف تشينجز اللي كانت موجوده. طيب بتقولي ما عندهاش اي ريسك فاكتورز, ايه كمان؟ حد يحب يقول حاجه؟ قليله فعلا, ما عندهاش بوست فاميلي هيستوري لبريماتور كرارت ديزيز. شيست بين لوكالايزد. حد يحب يقول حاجه ثانيه يعني تسبورت اختياره؟ اتفضل. مش تابيكال. اربع ساعات. اقل من كام؟ فانت شايف ان هو وقت كبير قوي. فعلا في معلومه بتقول ان البين لو قعد اكتر من 30 دقيقه ذات مينز ان هو مايكاردال انفارشن اللي هو اسكيميك بين. يعني اكيد هتلاقي كاردك انزايمز عالت وحصل استسيجن ديليفيشن بوفشنال كيوز لو هو اسكيميك بين. كويس. نعم. ده في اي سي جي تشينجز, في تي ويف انفرشن دايناميك كان موجود مع التي مع ال ده برضه راشونال تاني. فانت مع ان هو هوسبيتالايز بيكوز اوف دايناميك تي ويف تشينجز. ماسكوسكيتال بين ممكن يعمل اي سي جي تشينجز بس ما تبقاش دايناميك. طيب حد هيقول حاجه ثانيه؟ دايناميك ذات مينز ان وقت البين في تي ويف انفيرجن, وقت ما البين بيروح ما بيبقاش في تي ويف انفيرجن. فوات ايفر بقى كان امتى؟ المايترال فالف برولابس بيعمل بين. ممكن ماشي تمام. الناس اللي جنبها دول ماشي ده اختيارك كان. هنمشي ورا برضه نشوف ماشي. بس انت ما رديتيش على ليه دايناميك تي ويف تشينجز دي يعني عادي ما مش مهم. طيب بصوا كده معايا, هي ري اشور عن سندوم تيك انذر لوك اون هير فيرست اي سي جي. الكميه تقريبا دي 1 و2 ونص. Take another look on her first ECG. You can find that DAVR. شايفين P wave؟ ال P wave positive في AVR ولا ايه؟ وده normal. المفروض ال AVR ال P wave تبقى ايه؟ negative. ال P wave negative في AVL. يبقى ليه موصلين الايدين غلط. هو ده بيحصل؟ ده حاجة very common. والكيارس كومبلكس لما تلاقيه نيجاتيف كده وأود أكسس ما تعديهاش. هو أود أكسس ده رير أصلا إنك تشوفه. إنك تلاقي إكستريم أكسس ديفيشن دي مش حاجة كومن. في واحدة أبارنتلي هيلثي إزاي اعتبرت إن الأود أكسس ده حاجة عادية كده اللي هي الإكستريم أكسس ديفيشن دي حاجة المفروض ما تعديش. والكلو هنا
ان لما البي ويف تلاقيها بوزيتيف في اي في ار ده ليها احتمال من الاثنين. لما هي تبقى ماشيه ريجولر وزي ما تكون ساينس بس بي ويف بوزيتيف في اي في ار ليها احتمال من الاثنين، يكون تكستروكارديا خلاص، يا اما انت مبدل الايدي. طب تعرف ازاي؟ هتبص على الفيهات في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6، الار بتكبر ولا بتصغر؟ من في 1 لغايه في 6. طب في في 1 وفي 6 محطوطين ازاي؟ شور ها؟ في 1 لغايه في 6 شمال كده. لو لقيت الار بتكبر يبقى الهارت فعلا ماشي في الاتجاه ده، انما لو لقيت الار بتصغر وانت حاطط هنا يبقى الهارت في يبقى في تكستروكارديا. تاني لو لقيت في ويفز بوزيتيف في في ار ولقيت كيو ار اس كومبلكس نيجاتيف في ليد 1 في احتمال من اثنين، يا ايه يا دكستروكارديا العين هو القلب مقلوب يا انت اللي قلب الليدز. طب تعرفها ازاي؟ بص على الار في في 1 لغايه في 6، لو لقيتها بتكبر يبقى قلبه عدل ماشي ناحيه الشمال، لو لقيت الار صغيره جدا في في 6 لا يبقى اكيد يبقى هو قلبه يمين وانت حاطط في 6 هنا فمش لقطاها، فعشان كده الار طالعه صغيره. دي مسج مهمه. يبقى لو انت بصيت بامعان شويه على الاي سي جي وعرفت المال بوزيشن اوف لام بليد كنت هتعمل ايه بقى؟ تعمل انذر نعم مصر سيتا كبير ممكن يبقى معاه تي ويف انفيرشن بس ما بس يبقى فيكسد مش دايناميك يعني حتى لما الدم يروح يبقى فيه اه عادي. طب في ليه ليه بقى ليه فيكسد؟ دي بقى هي عندها اصلا يعني هي بقى عندها تي ويف انفيرشن نورمال. ده من ساعه ما جالها الاكتيفيتي. ما هو احنا ليه بنفسر ده وهو مش موجود دلوقتي اصلا؟ يعني طلع احنا غلطانين، احنا حطينا الاي سي جي ليدز غلط. طيب يبقى هنحب نمشي ورا اوبشن تاني، تعال نشوف كده. انت حاجه كده لما جه بص الاي سي جي ده محطوط صح الاثنين لازم هبص على 1 و3 بيساوي 2 وايه تاني؟ هبص على اي بي ار ايه يعني بي نيجاتيف. ايوه لازم بي ويف تبقى نيجاتيف في في ار. انا هوديك المسج واضحه دلوقتي. انت كنت بتقول ايه بقى اسلام؟ كنت بتقول جيف اسبرين نايتريت بيتا بلوكر اند اسك فور ايكوكارديوجرافي. فنشوف. يو جيف اسبرين نايتريت اند بيتا بلوكر اند اسك فور ايكوكارديوجرافي. شيست بين ديدنت امبروف. شي هاد ان ايكوكارديوجرافي اند كيم ذا نيكست ذا داي افتر ذا داي افتر ويز نورمال ايكوكارديوجرافيك فايندينج. لا شيء ما تبغى بلابس. تيك انذر لوك هتلاقي بقى انا ليه اللي انا قلته لكم ده. انذر اي سي جي واز بيرفورمد افتر 5 مينتس. لو كنت عملت اي سي جي تاني كنت لقيت الاي سي جي اتعدل وكنت عرفت الغلطه اللي انت ايه عملتها اصلا. طيب يبقى احنا خليني كده على جنب. يبقى remember بقى we are treating patients and not ECGs. دي نقطة مهمة جدا. انت مش ECG في تي ويف انفيرشن وراك شكل اولا عينها لو ريسك وشكوتها اصلا ايه؟ ماشية انها ماسكلوسكليتال بين في تندرنس انت عمر ما صوابعك توصل لقلبها جوه فخلاص هي في تندرنس يبقى ده ماسكلوسكليتال بين. In absence of risk factor ركز بقى في الجمل. In absence of risk factors and with unremarkable pericardial examination مفيش murmurs مفيش رب. It is extremely unlikely for a young female to have an ischemic chest pain. حاجة تالتة negative P's in lead 1 and AVL وpositive P في AVR والnegative QRS in lead 1 شوف بقى الجملة الأخيرة and a normally growing R in pericardial leads all equal the malposition of upper limb leads. انت بدل الايدين رجعهم تاني بس. طب بالمرة بقى واحنا نعمل ECG زي الايد اليمين بيتحط فيها الليد لونها ايه؟ احمر وليد الشمال اصفر. مش انتوا اكيد عرفتوا الكلام ده في البلحه؟ سمعتوا عن البلحه؟ اللي ما سمعش عن البلحه يرفع الكارت الاحمر. طيب نقول بقى البلحه لما تيجي نعمل اي سي جي البلحه اصلا بتبقى الاول خضراء وبعد كده بتصفر بعدين تحمر بعد كده تسود. فاحنا بنبتدي من الرجل الشمال يبقى هنبتدي من رجل الشمال نحط الليد الايه؟ الخضراء وبعدين نطلع بقى الليد الشمال بيطلع فوق يعني رجل الشمال بعد كده الايد الشمال تبقى اصفر بعد كده الايد اليمين احمر وبعد كده تنزل تاني كاننا احنا بنلف كده. يبقى هنبتدي من رجل الشمال نطلع فوق ونلف. يبقى لو تبقى عشان تبقى انت حافظ تحط الليد ازاي لو حطيتها
اول حاجه بتبتدي بالرجل الشمال والبلحه بتبقى لونها اخضر. اتفضل. لا لا تاني كده. طب عامل صوتك. نار وطفناها وصحراء وخضرناها. طب بس اكسبلين لو سمحت. يعني صحراء صحراء صفراء وخضرناها اخضر والنار وطفناها بقت سودا بقى. جميله برضه. شايفين فايده ان الكورس يبقى انتراكتيف؟ يعني بعد كام مره جايه هقول النار وطفيناها وصحراء وخضرناها. تاني اكستريملي انلايكلي فور ذا الكتريكال اكسس اوف ذا هارت تو تشينج 180 درجه ان فيو مينتس. حاجه اوعى يعني مش مستحيل. ازاي الكيوريس كومبلكس الاكسس بتاعه كان بصين الاثنين اللي تحت فجاه بقى بصين اللي فوق؟ اكيد في غلط. مش هيبقى في تي ويف انفرشن والكلام ده. خلاص اوكي تعال ليتس هاف انذر كيس. 58 year old heavy smoker male. المره دي بقى قصه ثانيه. heavy smoker male came to you with severe retrosternal compressing chest pain of 3 hour duration associated with sweating and nausea. retrosternal وcompressing ده يعني اللي هو البين اللي بيقولوا عليه typical. خلينا نقول لفظ typical و atypical and not cardiac pain بنقوله ازاي عشان دي نقطه مهمه برضه. في ثلاثه كرايتيريا لازم تدور عليها. نمبر 1 هو السايت والكاركتر. رقم 2 اللي بيزود. رقم 3 بيقل ازاي. بمعنى علشان تقول عليه typical anginal pain او ischemic pain يكون في المكان من الاماكن المعروفه اللي هو retrosternal او epigastric pain compressing او burning او heaviness. لازم الحاجات دي تلاقي العين بيحط ايده كده خلاص. radiating to the shoulders سواء كان left او right shoulders, left and right upper arms, the root of the neck, حتى المانديبل والاسنان ممكن, وممكن كمان يراديت to the epigastrium لو كان فوق. ده اسمه typical site and character. رقم 2 يزيد بالاكسرسايز. يعني العيان لما يبقى عنده البين لما يجي يعمل اكسرسايز ما يقدرش يمشي, الوجع هيزيد. رقم 3 يقل بالريست اند سب لينجوال نايتريت. لما احط نايتريت الوجع يتحسن. لو الثلاثه كرايتيريا موجودين دول على البين ده ايه؟ typical. typical anginal pain. لو لقيت 2 بس والثالث مش موجود قول عليه atypical chest pain. لو واحد بس اسمه نون كاردياك بين. يعني واحد او اقل بقى اسمه ايه؟ نون كاردياك. طيب فهذا العيان عنده تيبيكال انجينال بين. احنا لسه طبعا ما شفناش هاي اللي هيبقى ريليفد ولا لا بالسب لينجوال نايتريت. المهم نعم حاجه زي اتاك اوكيرد ات نايت ديورينج سيكشوال انتركورس. He is hypertensive on amlodipine 5 mg daily but not diabetic. Blood pressure 130/90, right brachial, والبلس 110 beat per minute and regular. طيب قبل ما نقول نكمل بس الريسك فاكتورز عند العيان ده ايه؟ فور كرارت ديزيز. ايج اكتر من 55 سنه ممكن. وسموكر وميل هايبرتنسيف. صحيح دي نقطة مهمة جدا. طيب need hospitalization or not؟ رجاء ارفعوا الكروت الحمراء أو الخضراء. أنت رافع الاثنين. واضح إن في إجماع على إنه إيه؟ should be hospitalized. أمال مين؟ ده طبعًا إحنا كلنا متفقين على ده. طيب تشخيص العيان ده ايه قبل ما يعني يدخل المستشفى وكده وانت بعد ما شفته؟ This is an acute coronary syndrome. acute coronary syndrome دي ده entity تشمل ثلاث حاجات. ايه هما؟ unstable angina و STEMI و non-STEMI. صح. يبقى acute STEMI اللي هي ST segment elevation myocardial infarction و non-ST segment elevation myocardial infarction and unstable angina. طيب نفرق ما بينهم ازاي مستخدما ال ECG وال cardiac biomarkers؟ الاي سي جي في اس سيجمنت اليفيشن بقى مين على طول؟ بقى ستيمي.
ST segment elevation ميكار انفاركشن. مفيش ST segment elevation بقى حاجة من اتنين يا نام ستيبي. الغلطة الشهيرة بقى لو في ST segment depression يبقى نام ستيبي, لو مفيش يبقى unstable angina. لا الاثنين يحصل معهم ST segment depression. المهم المسج في ST segment elevation ولا مفيش, لو في يبقى ستيمي, مفيش بقى يا اما نون ستيمي يا اما سيبل انجاين. يعني يا في مايكارد نكروزس حصل يا ما فيش, وهعرف ازاي حصل ولا ما حصلش. الكارد بايو ماركرز اللي هم سي كي سي كي ام بي وتروبونين عاليين بقت نون ستيمي. هل كارد بايو ماركرز تفرق ما بين الستيمي والنون ستيمي؟ لا لا طبعا الاثنين مايكارد نكروزس فالاثنين هيعملوا, انما اللي يفرق هو الاي سي جي, ده هو اسمه اس تي سيجمنت اليفيشن مايكارد انفاركشن. اوكي فالعيان ده احنا شخصناه اكيوت كورونري سيندروم. ستيمي ولا لا؟ اه طبعا مانجمنت مختلف. ستيمي ولا نو ستيمي هيفرق معايا؟ ستيمي هيحتاج ايميديت ريبرفيوجن, يعني لازم افتح الارتري لو اس سيجمنت عاليه. لو نو ستيمي مش محتاج ايميديت ريبرفيوجن, فدي نقطه مهمه. طيب كمان الاكيوت كورونري سيندروم لو الانستابيليتي, علامات الانستابيليتي اللي هو البين البيشنت شو بي هوسبيتالايزد فيها, لو البين بيقعد اكتر من 20 دقيقه, وانا قلت لكم لو قعد 30 دقيقه او اكتر هو اسكيميك يبقى اكيد حصل مايكاردال نكروزس. وده يعني ليه حته ثيوريتيكال ان الجلايكوجين ستورز بتاعت المايكارديوم بتخلص في خلال ثلث ساعه. الجلايكوجين ستورز دي ما هو انت الجلايكوجين ده مهم للانيروبيك ميتابوليزم, انت لما بتقفل الارتري ما وصلتش اكسجين ففي هايبوكسيا, فهيطلع لسه اي تي بي, بس الاي تي بي هيطلع من الانيروبيك ميتابوليزم اللي هي عن طريق تكسير الجلايكوجين, ودي بالمره بتطلع لاكتيك اللي بيسبب البين. يعني فاهمين عشان يبقى برده البيزك هو اللي بيحدد لنا الكلينيكال. طيب كمان لو حصل شست بين اتريست, لو تيبيكال شست بين اتريست ولو معاه هارت فيلر سيمتومز, يعني خلى العيان عنده شست بين وكمان اورثوبنيا او فيري سيفير ديزنيا او جالوبينج, يعني انت حطيت السماعه على صدره لقيته لو سمعت الصوت ده هو تيبيكال, انا مش بألفه يعني هو كده. لو سمعت الجالوب زي رجله زي الحصان وهو بيجري كده بتعرف ان ده جالوب. كمان عنده اس 3 جالوب او عنده جالوب, ده معناه ان هو شو بي هوسبيتالايز, ان عنده كده دخل هارت فيلير. يبقى كل العلامات دي علامات انستابيليتي. كمان اول ار ديفرنشيت باي اي سي جي اند كارديك باي ماركرز زي ما انا قلت. باي ذا واي كلمه كارديك باي ماركرز افضل بكتير من كلمه كارديك انزيمز, عشان التروبونين از نوت ان انزيم, فان احنا بنتكلم نقول كارديك باي ماركرز احسن. طيب which of the following can be given by you out of the hospital for this patient? شربل اسبرين 300 ملي جرام, كلوبيدوغريل 300 ملي جرام اورال, ها ده كله اورال, وسابلينجوال اور ترانسديرمال نايتريتس, هيبرين او لو موليكولار ويت هيبرين انجكشن. خلينا نصوت على واحد واحد. اللي موافق على شربل اسبرين 300 ملي جرام يرفع الكارت الاخضر, اللي مش موافق يرفع الاحمر. طب باقيين ساكتين ليه يا جماعه؟ مش عامل بروت شربل يعني بيتمضغ, ارفعوا. طيب اللي موافق على الكلوبيدوغريل 300 ملي جرام يرفع ايده, يرفع عين الكارت. الكلوبيدوغريل ده انتي بليتلت اقوى من الاسبرين شويه. اوكي اللي موافق على سابلينجوال او ترانس ديرمال نايتريتس يرفع ايده او يرفع الكارت الاخضر. مش موافق واحده بس, مش موافق. الموافق على الهيبرين قال لهم موليكولار ويت هيبرين انجكشن. طيب واضح ان يعني كان في اجماع كبير جدا على شرب الاسبرين, وبعد كده ابتدت الدنيا تختلف. كان في اجماع كمان على سابلينجوال نايتريت او ترانس ديرمال نايتريت. مش اجماع, كان في حد مش موافق. تحب تقولي ولا ما؟ لا مفيش مشكله, يعني حد يحب يعلق قبل ما اقول انا هختار هنختار ايه؟ حد يحب يعني يقول راشونال هو اختار كده ليه؟ باسم الشرب الاسبرين طيب خلينا كده نشوف حد ادينا شباب الاسبرين 300 ملي جرام واز جيفن اللي هو انتوا اجمعتوا عليها.
عايز تقول حاجه؟ 75 انت عايز ندي 75. لا هو ده لو اكيوت كورونري سيندروم هندي 300 في الاول، ده لودنج دوز بنديها لا. طيب المهم احنا بدينا شرب الاسبرين 300 ملغ واز جيفن وريفيرد. طبعا احنا اتفقنا ان العيان ده لازم يشرب ايه؟ ريفير تو ذا هوستل. طيب اون ذا واي تو هوستل ذا بيشنت هاد ان اتاك اوف ماسيف هيماتيمسيس اند لوست كونشسنس في الطريق. In the ER, his blood pressure was 80 over 60, pulse 130 beat per minute, and the rush sublingual nitrate. Then what's the aspirin? A blood sample was withdrawn for grouping a matching gani and cardiac biomarker assessment. IV lines were obtained and started fluid resuscitation and proton pump inhibitor infusion. An ECG was done. What questions related to aspirin did you forget to ask? عنده gastritis ولا لا؟ هو عايز تسألي هو كان ماشي على الاسبرين اصلا ولا لا؟ ماشي؟ عنده مشكلة في سيرة الدم يعني. عنده bleeding tendency ولا لا؟ ايه افتكرتوا الاسئلة دلوقتي؟ بعد ما حصل له هيماتيمسيس وخلاص العيان بيفايس. طيب هي جاسترايتس از نوت ان ابسولوت ولا حتى يعني هي ممكن تبقى ريليتيف بس هي مش ابسولوت كونتر اديكيشن للاسبرين. انما وجود بيبتيك انسر ديزيز ده ابسولوت كونتر اديكيشن. فواحد ما سالتش جست بين جامد كده مش عارف خد ابلع. فهو العيان طبعا ايه بيبلع بسرعه علشان خاطر يعني هو مطمن لك. انما ده you should have asked for history of peptic ulcer disease او hematemesis قبل كده لان دي absolute contraindication. حاجه ثانيه allergy to aspirin لان كتير جدا من العيانين عندهم allergy للاسبرين للساليسيليت وعارفين كده. وهو لو ما خدش باله انت بتدي له ايه ما انت بقى ممكن الثقه تبقى عمياء يعني او حتى في الوقت ده يبقى الواحد مش بيفكر الشست بين الجامد. فافتكروا المسج دي. طيب which of the following drug can be given by you out of hospital for this patient short of aspirin? ايوه ممكن طبعا 300 ملغ صح بس بعد ما تتاكد ان هو ما عندوش hypersensitivity ولا peptic ulcer disease وكونه ما عندوش bleeding tendency ثانيه ده كويس برضو ان احنا نسال عنه. وان كان الاسبرين مش هيبقى هو الاساس هنا bleeding tendency هتبقى مشكله مع اكثر الهيبرين والunfortunate heparin. ايوه برافو عليك صحيح دي نقطه بقى مهمه جدا. لكن ما كارديال انفاركشن نفسه بيعمل ستريس ألسر فممكن تبقى الهيماتيمسيس سببها ستريس ألسر. ايوه بس انا سالت يعني ايه انا سالت اصلا اديله يعني من الروتين من الحاجات الروتين ان احنا ندي بروتون بامب انهبيتورز الا ان البروتون بامب انهبيتورز اولا مش هتاخد اورال تاخد اي في. الحاجه الثانيه ان البروتون بامب انهبيتورز بتنتر اكت مع الكلوبيدوجريل بتقلل الافيكاسي بتاع الكلوبيدوجريل اللي هو المفروض هنديه برضه خلاص. فاحنا بنفضل ان احنا ما نديهاش الا لو العيان ديفلوبد يعني ألسر او هيماتيمسيس او حاجه. انما فيما عدا ذلك او هو عنده هاي ريسك يعني هو مثلا عنده جاسترايتس اديله فتره او كان عنده بيبتيك ألسر ديزيز وهيلد. طيب بيبقى كده كده هديله شيبو بالاسبرين اتفضل يا بس. ايوه وبعدين لا لا ده هي بتانتراكت مع الكلوبيدو جريل بتخلي الاكشن بتاعه يقل. انما المشكله بقى الاكبر ان انت لو هو من كل البروتو بومب انهبيتورز اللي ينفع هو البانتوبرازول لان هو ده اللي ثبت انه مالوش سايد افكتس يعني معه. انما الاوميبرازول مثلا لا الاوميبرازول بيقلل الافكتس لا هو مش بيقلل الميتابوليزم هو بيقلل الافيكاسي بتاعت الكلوبيدوجريل. يعني هما المفروض ان نفس الميتابوليزم بتاعت ال بيكمبيت معاه على نفس الميكروزوم الانزيم في الليفر مع الكلوبيدوجريل ومع الـ مع البروتوبوم انهبيتور. بس الكلوبيدوجريل از برو دراج يعني هو بيدخل لازم يتاكتف في الليفر. فلو انت عملت انهبيشن للانزيم هو مش هيتاكتف فمش هيشتغل. طب احنا ادينا شيبو بالاسبرين 300 ملغ ادينا كلوبيدوجريل 300 ملغ ممكن
ممكن، بس برضه لازم تسال على الالرجي للكلوبيدوجريل، وفي الغالب ما هتلاقيش عيان عنده الالرجي للكلوبيدوجريل الا لو كان اسكيميك قديم وجربه وما نفعش، فمش هنقدر نطلعها دي، فهنديها امراه لا. فهندي برضه 300 ملغ كلوبيدوجريل كمان. سابلينجوال ترانسديرمال او ترانسديرمال نايتريتس، انت حطيت نايتروديم باتش. نايتروديم دي بتاعت شركه فايزر، هي اغلى سنه من الديبونيت والاثنين كويسين يعني. نايتروديم باتش واز انسرتد، وبعدين اون ذا واي تو هوسبيتال ذا بيشنت ديفلوب سيفير ديزنيا، ديزنس اند اكسسيف سويتنج ان ذا اي ار. هيز بلاد بريشر واز 80/60، مع ان هو ما عندوش الرجي للاسبرين بقى ولا كلام من ده خالص، ولا هم ولا جاله هيموتنسز ولا حاجه، قصه ثانيه. البالس 130 بيت بير مينت، عنده سيفير هايبوتنشن. The patch was removed. لأن الباتش دي نايتريس بتعمل الهايبوتنشن. ظن التفكير بتاع باسم كان مهم، بس مش عشان بياخد أملودبين، لأن هو ضغطه كويس. يعني هو يعني بياخد أملودبين بس ضغطه كويس. A blood sample was withdrawn for cardiac biomarker assessment and routine labs بقى كرياتينين ويوريا. IV lines were obtained and IV fluids cautiously. ليه cautiously بنديله IV fluids؟ انا شاكك ان العيان يبقى في مايكارد انفاركشن، فلو اديت له فلويد كتير ده اوفرلود على الهارت، بس نفس الوقت البلاد بريشر واطي، ما انا لازم اعمل كده. فهنديه بس بحذر بقى، وعيننا او السماعه على ظهره، اول ما يبقلل توقف، يعني اول ما اسمع كريبيتيشنز توقف. انا كده المفروض يعني هقيس البلاد بريشر قبل ما ادي النورمال، مش هدي، بس هعمل ايه؟ لا لو نورمال ادي، المهم لو هايبوتنسيف ما اديش. هو كان نورمال ECG was done. طب تعالى نكمل كده. What question related to nitrates did you forget to ask؟ اللي قالوا بقى الـ history of sildenafil use، دي حاجة أكتر يعني، أكتر الحاجات اللي بتتنسي في الاستقبال هو الـ history of sildenafil use، واللي بتتعامل بقى بالغلط كمان. يجي العيان داخل، طبعا العيان ما بيجيش لوحده، العيان بيجي أمه تلاقي لا إله إلا الله في ديله أصلا، خلاص؟ متخيل أنت بقى يعني أصلا عشان تاخد منه history إن ده جاله هو أثناء sexual intercourse، هو مش هيقول دي ابدا. فاذا كان قالها لك ما تقولش حضرتك بتاخد اي حبوب من اللي بتساعد الانتصاب، يقول لك لا العيله كلها موجوده، هي حاجه شكلها يعني برده مش هي، ويمكن مراته نفسها تبقى ما تعرفش. وبعدين يبقى عايز يقول لك بس انت مش مديله فرصه، انت سالته قدام الناس كلها. عشان كده يعني اتس اسيكال وادوايز انك تطلع العيانين الى اهل العيان كلهم بره، وتمايل عليه كده في ودينه حتى عشان ما حدش يسمع، حضرتك بتستخدم اي حبوب من اللي بتساعد الانتصاب؟ هتلاقيه تردد شويه، ساعات يعني امبارح حضرتك استخدمتها في خلال ال 24 ساعه اللي فاتت، لا ده هيفرق جدا في العلاج. هيقول لك والله كتير جدا بيبقوا بينكروا في الاول، ولو خدته على جنب كده هيقول الحقيقه، خلاص. فا اوعى تنسى تسال عيان عنده شيست بين سيفير على دي، وخاصه بقى اللي كمل الصوره يعني ان العيانين دول اصلا اثيروسكلروتيك، فعندهم اثيروسكلروزز كمان في الارترز سبلاينج ذا بينس، وبالتالي كده كان عندهم اريكتايل ديس فانكشن، فبيستخدموا يعني اللي يقول لك انه مش بيستخدم هو عنده اثيروسكلروزز يبقى كذاب، لان اصلا يعني دي بقت الطريقه اللي بيهادوا بيها. انا ليا واحد صاحبي في السعوديه، فنزل مصر فراجع عشان يرجع لزمايله السعوديين بهدايا، بيرجع لهم بايه؟ بسلدنافيل و وحاجات بتاعت اريكتايل ديس فانكشن، هي دي الهدايا بتاعتنا دلوقتي. لا هناك في، بس لازم هناك بروشيتا، انما عندنا في مصر هنا بيروح على طول للبقال بيشتري. يبقى افتكروا دايما ان لازم تسالوا على الهيستوري اوف سلدنافيل يوز، وتبقى هي على جنب، لانك لو طب برضو عايزين نقول ايه المشكله. سلدنافيل ده فصو ده استريز انهبيتور، بيعمل فازو دايليتيشن، و فوسو ده استريز انهبيتور. طب وليه الفوسو ده استريز انهبيتور؟ تعال نكمل كده الحته البيزك اللي هتعرفنا دي جت من ايه. المفروض ان السايكليك جي ام بي بيعمل فازو دايليتيشن، معايا؟ السايكليك جي ام بي بيعمل فازو دايليتيشن، فبيتكسر بايه؟ بيتكسر بالفوسو ده استريز ل 5 ده جي ام بي. فلو انت اديت فوسو ده استريز انهبيتور اللي هو السلدنافيل، هيزود السايكليك جي ام بي بتاع فازو دايليتيشن. هل النايتريتس بقى بتشتغل ازاي؟ بتشتغل الجوانايل سايكليز اللي بيزود السايكليك جي ام بي، بس بطريقه ثانيه. يبقى هما الاثنين في الاخر اتقابلوا في ايه؟ في ان هم بيزودوا السايكليك جي ام بي على مستوى الخليه، السموث ماسلز. ف
فتكون نتيجه ان انت اديت له سلدنافيل وهو بيقعد معاه 24 ساعه خلال 24 ساعه اديت له نايتريتس يحصل سيفير فازودايليتيشن سيفير هايبوتنشن باي ذا واي لو ما كانش لو كان ده مجرد نان اس تي سيجمنت اليفيشن او كانت انسيول انجينا تيلو بالمايكارديال انفاركشن السببين السبب الاولاني ان الهايبوتنشن العنيف ده هيقلل الكارديك يعني هيقلل البلاد بريشر اللي بيملى الكورونرز في الكورونرز هتملى قليل هيعمل ريفلكس تاكيكارديا فيزود الاكسجين ديماند يبقى انت زودت الديماند وقللت السبلاي فلو هو كان انستيبل انجينا هيقلب مايكارديال انفاركشن ومن النايتريتس ما قتل زي ده يبقى هيستوري اوف سيلدنافيل يوز دي كانت مهمه 24 ساعه Which of the following drugs can be given by heparin and low molecular weight heparin injection? الدنيا الخاب كتير ياس كليكسان أو low molecular weight heparin was given. قلنا بسرعة برضو أو anticoagulant لو في جلطة بتاع On the way to hospital طريقها طويل شكل The patient developed a severe dyspnea dizziness and excessive sweating. In the ER His right brachial blood pressure was 80 over 60. Pulse 130 beats per minute in the right radial, but absent pulse in the left radial. ايه؟ يعني كان ايه؟ يعني هو كان ايه اصلا كده؟ انتوا بتقولوا ان هو انيوريزم؟ ايوه او امبوليزم مش كده؟ كون ان الراديال مش محسوس على الليفت سايد ده خلينا نشك في حاجه من اثنين. في سيناريو كده اللي هو ايه العيان جاله مايوكارديال انفاركشن وبعدين بيحصل عليها ميورال ثرومبس والميورال ثرومبس بتيمبولايز طب هو ده ايرلي كده اه بيحصل ايرلي كده از ايرلي از ذا فيرست اورز عادي فيكون عمل له امبوليزم فين اه بس ده ايه اللي يخليه يوطي الضغط يعني في الليد الثانيه انما الظاهر بقى في مشكله ثانيه بتعمل شيست بين اه الاكيوت سيفير الاكيوت اورتيك ديسكشن أكيد أورد ديسكشن بيعمل شيفت بين ريتروسترنال ويجي العيان سموكر وهايبرتنسيف ودايابيتيك وكل اللي انت عايزه لانه برضه مع اثيروسكليروزس والمشكله بتاعته بقى ان الديسكشن يعني الوول بتاعت الاورطه بتبقى رقيق كده تتفتح ويحصل بليدنج جوه الوول بليدنج لسه كونتينت فكل ما كان طب ايه اللي بيقفل اللي بيسيل الديسكشن نحصل ثرومبس معايا يبقى لو الديسكشن حصل دخل بلاد لما بيتحول بيبقى الكلوت وبيورجنايز بيقفل الديسكشن انت اديت ايه بقى اديت كليكسان اللي هو لو موليكولار ويت هيبرين عشان حضرتك تزود بقى الديسكشن what did we miss from the first examination ايوه برافو عليك قيس بلاد بريشر على الناحيتين او على الاقل نحس البلس ايكوالي نشوف هو ايكوال على الناحيتين ولا لا اذا اي عيان في اكيوت سيفير شست بين اوعى تنسى تحس البلس على الناحيتين ات ذا سيم تايم عشان لو كان ان ايكوال في لمبه لازم تنور في دماغك ممكن ده يبقى ديسكشن وخاصه انه هايبرتنسيف كبير في السن سموكر كل العلامات دي علامات تمشي مع ديسكشن وان كان في فرق جوهري بس الناس ما بتاخدش الكلينيشنز الشاطرين ياخدوا بالهم منه ان الشست بين في الاكيوت اورديك ديستكشن يبتدي سيفير جدا ويقل بمرور الوقت واكتر وجع بيبقى في الاول انما الاكيوت مايكارديال انفاركشن يبتدي قليل ويزيد مين فيهم يسمع للباك الاورديك ديستكشن لو خد الديسندنج اورتا لانه في الظهر فممكن بس خليه مش واخد الديسندنج اورتا مش هيسمع في الباك مين ستابنج ان كاركتر الاورتيك ديسكشن بس عادي كتير جدا عيانين شفنا كتير عيانين المايكارديال انفاركشن يجوا بيشتكوا بايه بستابنج شست بين فما فيش حل غير ان انت يعني تحس البلس على الناحيتين وباي ذا واي بقى اصلا ما تديش كليكسان اوت اوف هوسبيتال ولا هيبرين اوت اوف هوسبيتال استنى لما يروح المستشفى لان هو اصلا مش علاجه الاساسي الهيبرين دلوقتي لان وارد يطلع ام اي اس تي سيجمنت اليفيشن فيحتاج ثرومبوليتيك ثيرابي فتخيل بقى لو انت مديله الكليكسان مع ستريبتوكاينيز مع اسبرين مع بلافكس احتمال اللي يخر منك دي 100% فعشان احنا بنأجل الانتيكواجلانت شويه خلاص يبقى المسج ما تديش اللو موليكولار ويت دي انواع الاورتيك ديسكشن ده انتوا شايفين كده هنا الاورتيك ديسكشن ممكن ينفولف الارش وده اسمه تايب A وممكن ما ياخدش الارش وده اسمه تايب B سواء بقى خد القرش او ما خدش القرش مش دي القضيه بالنسبه لي انه ممكن الديسكشن يسرح على السبكليفيان
في الغالب لما بيسرح بيسرح على الليفت سبكليفيان ارتري. فلما يسرح على الليفت سبكليفيان ارتري هيقفله، فلما يقفله يعمل ان ايكوال باس. خلاص ريممبر always ask about aspirin allergy and history of peptic ulcer disease before giving aspirin to patients. In high risk acute chest pain patient, ركز معايا، high risk acute chest pain patient always feel pulse bilaterally. It may be aortic dissection. شوف الجملة دي. Mortality rate is 1% per hour in the first 48 hours. يعني كل ساعة بتعدي من هنا، كان في بنقول في المايكارد انفاكشن تايمز ماسل، المرة دي بقول حاجة تانية، بقول إن كل ساعة بتعدي المورتاليتي ريت بيزيد 1%، يعني لو احنا عدينا نص ساعة 30% من these patients die. لغاية إيه طيب؟ لغاية يعني لغاية وقت إيه؟ لغاية وقت ما تعمل له سيرجري، ده immediate surgery، سراكوتومي ويقوموا يعملوا جرافت على الأورطة، ولما لحقوش يعملوا كده لو طب العيان اتسقع لليوم اللي بعديه، يعني عدى عليه 24 ساعة. انا سوري انا قلت 30% مع النص ساعه، لا كل ساعه يعني عدى عليه 24 ساعه ب 24% 48 ساعه، يعني عدى عليه يومين عندك في المعمل بتدي له انالجيزكس وانتي اسكيميكس ومش عارف ايه وحاجات تنزل بلاد بريشر، كل ده نونسنس. العلاج الاساسي السيرجري طبعا، انك تقلل البلاد بريشر ده صح، وانك تقلل الهارت ريت ده صح، بس على مستوانا بقى whenever شكيت في aortic dissection ابعته بسرعه، مش على اي مستشفى، على مستشفى بيعملوا فيها aortic aortic dissection repair لازم، يعني مش عندنا هنا للاسف. ابعته على الا لو انت مش متاكد من التشخيص يبقى تبعته عشان يتشخص، انما هو من هنا القصر العيني دايركتلي. القصر العيني بقى ممكن معهد القلب. طيب always ask males with acute coronary syndrome about history of sildenafil use within the past 24 hours because this is a contraindication for nitrates. By the way, nitrate اكتشفوا ان هي ايه؟ just as a symptomatic treatment. يعني جابوا جروبز من العيانين عندهم acute infarction وادوهم nitrates، وعيانين تانيين ما ادوهمش nitrates. الفرق nothing في mortality. امال ايه؟ اللي خد nitrates البين اتحسن شويه. طب يعني انا ممكن اديهم مثلا بيسيدين او مورفيا والبين يتحسن. فنايتريس على عكس المتوقع this is not a cornerstone in the treatment، خلاص ما بقتش كده. نايتريس دلوقتي بقت just ايه symptomatic، يعني عيان دايابيتك مش حاسس ببين وعملت له اي سي جي لقيته اس سيجمنت اليفيشن مكان الانفارشن، ما تديلوش نايتريس لان هي اصلا كانها مسكن، فما دام هو مش حاسس يبقى ما ياخدش. مفهوم قد ايه؟ ما لهاش اي افكت على المورتاليتي ولا الهوسبيتاليزيشن بعد كده. Don't give heparin or low molecular weight heparin in acute coronary syndrome patients except after establishing the diagnosis. طب back to our patient بقى. عشان ما شفتهاش الاي سي جي بتاعه اصلا. 58-year-old heavy smoker male came to you with severe lateral sternal compressive chest pain, 3-hour duration. كان بعد السكشوال انتركورس هايبرتنسيف على امنودبين، ضغطه 130/90 ده ضغط كويس. من الرايت بريكيال بلس 110 بيت بير مينت ريجولر. شوف بقى هنكمل الهيستوري اللي كان المفروض ناخدها. No history of peptic ulcer disease or allergy to salicylates or carbidogrel. History of sildenafil use زي ما باسم قال last night. و blood pressure is equal bilaterally، يعني 130/90 هنا و 130/90 هنا. Which of the following drugs can be given by you out of hospital for this patient؟ ايه رايكم؟ شو بالاسبرين؟ لا ينفع وريني فين الريسبونس يا جماعه، الاخضر الاخضر او الاحمر. طيب اللي انا مش فاهمه ليه في ناس رافعين الاحمر؟ مش عايزين يبقى طالما ما عندوش بيبتيك اثر ديزيز وما عندوش الرجي للساليسيليتس يبقى ياخد بقى. بتحرمه ليه؟ كلوبيدوجرال 300 ملي جرام ياخد. ارفعوا يا جماعه الاخضر ياخد. سب لينجوال نايتريتس هياخد الاثنين مع بعض، الاثنين اربعه من دول، اربعه اسبوسيد من اللي هو بتاع الاطفال ده، واربعه بلافكس او ستروكا. هوريكم اشكالهم وصورهم. سب لينجوال نايتريتس ما ينفعش. هيبرين نو واي خلاص. طيب دول الصور بتاعتهم بس عشان تبقوا عارفين. اسبوسيد في اسبوسيد بلع وفي اسبوسيد مضغ، ده اللي بتاع المضغ خلاص. وان كان كله لو اتمضغ هيشتغل يعني، بس الباقيين يعني بيبقوا انتريك كوتد فمش هيفتح غير في الانتستين عليه، يعني
لاير كده مش هتخليه يفتح غير في السمول تيسن. دي نايترو بيرم باتش ودي الديبونيت الاثنين كويسين في منها 5 على 10. ده الاستروكال هو الكلوبيدو جريل المصري وهو فيري افكتيف باي ذا واي. والبلافكس ده الكلوبيدو جريل المستورد وطبعا ده البراند ده الفيري افكتيف بس هو اغلى سنه حاجه بسيطه. نعم اثنين كويسين سواء كان بلافكس او ستروكر يبقى هياخد 4 اسبوسيد 4 بلافكس. اي سي جي واز دان باي يو ان يور اوت بيشنت كلينك. حلو قوي بقى طالع ان انت عندك اي سي جي مثلا انت في الوحده والعيان ده هتدي له الاسبرين اتفقنا كده تدي له كلوبيدو جريل وهتقيس بلا برشر ناحيتين والحاجات دي كلها بعدين عملت الاي سي جي فلقيت الاي سي جي ده ايه رايكم؟ هو جهاز بتاع يطلع كده ايد 1 2 3 اي في ار اي في ال اي في اف في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 نمبر 1 او الريجلر ولا الريجلر؟ ريجلر الاكسس 1 واي في اف باصين ازاي؟ لفوق فده نورمال اكسس. طيب هل في خلينا ندخل بقى على الاس سيجمنت احنا ده اللي انا مستنيه هل في اس سيجمنت اليفيشن او ديبريشن ولا لا؟ هل في اس سيجمنت اليفيشن في اي من الليدز؟ في واحد ايوه اهي في اثنين ما هو من ده البيز لاين فالاس سيجمنت عاليه في ثلاثه عاليه جدا في اربعه بص عاليه ازاي والتي ويف يعني بقت قد الكي ار اس كومبلكس. حد يقول لي ده مش هايبر كاليميا اللي التي ويف بتبقى طويله فيه قوي كده؟ هو في حاجتين مش لازم كل الليدز لا ممكن تبقى كده بس في حاجتين يرفعوا التي ويف كده الهايبر كاليميا والاكيوت مايكار انفارشن يعني الاس سيجمنت اليفيشن معاهم. تعدوا من في واحد لغايه في 5 وفي 6 انا بتشاور عليها كده وكمان اي في ال انا شايفها برده يعني شكله اكستنسيف انترو لاترال مايكارديا انفارشن اكيوت ده ستيمي ولا نون ستيمي كده؟ ستيمي. اوكي arrangement for transferring the patient احنا قربنا نخلص خلاص انا عارف انتوا يعني اليوم كان طويل. arrangement for transferring the patient for a nearby hospital are being taken. ال near hospital تبعوا 20 دقيقة وعندها اي سي يو وافيلبل ستريبتوكاينيز فيها امبول ستريبتوكاينيز باي ذا واي في كان في ازمه الشهر اللي فات مفيش امبولات في ستريبتوكاينيز في البلد رزق بقى اشتغلنا قساطر قد كده خلاص يعني ما فيش ستريبتوكاينيز وامبول التنكتيف ليز او اللي هو تيشو بلازمرج اكتيفيتور ب 5000 جنيه ومش موجود في بنسوف اصلا والأسطرة كلام فاضي يعني 12 13 ألف جنيه. أمبول الستريبتو كان نسبة 320 مثلا ولا 350 جنيه. ما كانش موجود، شوف ده لما بقى مش موجود الناس عملت إيه. طبعا يعني الحمد لله إن إحنا عندنا كنا شغالين ده كان في الجامعة أنا بهزر طبعا يعني هو بس طبعا يعني الرزق كان لكل الناس ما هو بره برضه شغالين بس في الجامعة إحنا بنشتغلها مجاني بس كان في عيانين الحمد لله كتير جم واستفادوا يعني تخيل لو الأسطرة مثلا عطلانة في الجامعة يبقى خلاص العينين دول ما عندهمش حل تاني غير ان هو ايه بقى يعدي تايم كبير على بال ما يروح مستشفى يكون وهي كانت في مصر كلها كانت ناقصه للسيركوينيز. المهم 20 دقيقه والثانيه تقعد 45 دقيقه. الاولانيه النير هوستل عندها اي سي يو از افيلبل سيركوينيز الثانيه عندها اي سي يو برضه افيلبل سيركوينيز باي ذا واي اكيد يعني طبعا مش كاتبها. الاولانيه نو كاس لاب ما عندهاش كاس لاب ما عندهاش قسطره انما الثانيه هاز كاث لاب. ايه رايكم بقى نبعته على مين؟ النير هوستل ولا الفار هوستل؟ اللي موافق على النير هوستل يرفع ايده يرفع الكارت الاخضر نير هوستل. طب الفار هوستل يرفع الاخضر. طيب حد يحب يعلق ليه اختار دي او دي؟ ايوه اتهيألك ان البي سي اي تبقى افضل لو عشان ده اكسس ما كان ينفعش. حد يقول مش هو مش بليدنج حاجه اخاف منها من السيتوكاينيز ايه المشكله؟ هو العيان ما عندوش بليدنج تندنسي اخاف منها من السيتوكاينيز فما فيش مشكله. ايه كمان يبقى انت مع النيد هوستر عشان تايمز ماسل. حد عنده راشونال تاني للفكره بتاعته؟ يحب يفسر ليه هو اختار كده وكده؟ مش عارف تاني احنا قلنا الميد لاين ان انا بنزل حاجه لا لا خلينا نحرر النقطه دي كويس جدا. اي اس تي سيجمنت اليفيشن عشان دي جمله مهمه قوي. اي اس تي سيجمنت اليفيشن يا اسلام لازم نعمل له برايمري نعمل له ريبرفيوجن ثيرابي يعني تفتح الارتري وتفتح الارتري بطريقتين
يا اما فارماكولوجيكال اللي هو ثرومبوليتك ثيرابي اللي هو ستريبتوكينيز يعني من الاخر، يا اما بي بي سي اي. يبقى اي اس تي سينج ديليفيشن كده لازم تعمل كده او كده. هتختار بقى الاستراتيجي على حسب حاجات كتير، فانتوا بتختاروا. بس في اسئله لسه ما عرفتوهاش. طب انا يعني يعني خلي مثلا اتفضل في ايه؟ اه ممكن يحصل فين الستريبتوكينيز ثيرابي وارد، وبالتالي انت تختاري مين؟ الفار هوسبيتال. اي بس مش بتداوي بالجلطه اللي هي 45 دقيقه. اي بس تايم از ماسك. طيب تعالوا نحل الايشو ده. نعم الانست كان قد ايه؟ العيان ده الانست بتاعه كان شفت فيه قد ايه؟ 3 اورز 3 ساعات. طيب خليني اقول لكم بعض المعلومات اسلام. ايوه برافو عليك، صح دي نقطه مهمه جدا. اصل ممكن من الاول مهما كان الوقت بقى ما اقدرش اديله سيرتوكينيز. نعم ما احنا سالناش في حاجات ما نعرفهاش لسه. طيب يعني هديكم معلومه وقولوا لي دي هتفيدكم في ايه. البرايمري بي سي اي تيم اللي هيبقى في الفار هوستل will be ready within 30 minutes from arrival of the patient to hospital. يعني مش هم قاعدين مستنيين الباشا لما يجي، لا هو الاستشاري في العياده بتاعته. فيبقى نتكلم كلام حقيقي، الاستشاري قاعد في العياده بتاعته وفي نائب قاعد في المستشفى. لما الحاله تيجي اصل الاستشاري مش هيهز طوله غير لما يتاكد ان الحاله جت ودفعت، او لو في مكان بقى ببلاش دي قصه ثانيه، مكان حكومي او كده. لو مكان خاص مش هيسيب العياده وبعد كده يروح العيان يكتشف ان ايه ادفع كل ده. لا مش هدفع، يعني على قولي الحقن احسن. طب يا ابني الذين ما كنت خدت الحقن وانت هناك اصلا. فعشان كده القرار ده لازم انت اللي تاخده. دخيل قد ايه اهميتكم بقى، لان انت هتوجه العيان يروح فين، فلازم تفهمه وتبقى عارف تكاليف دي وتكاليف دي ومين احسن، وتقول له المسج بصراحه. دايما البي سي اي احسن، بس مع الاخذ في الاعتبار بعض النقط. يعني البي سي اي هتفتح لك الارتر باحتمالات 99%، انما الستريبتوكينيز باحتمالات من 50 ل 60% يفتح الارتر، يعني فيلير ريت كبير مش قليل. ف بيقول لك كده البرايمري بي سي اي تيم مش هيبقى ريدي الا بعد 30 دقيقه من وصوله. يعني 30 و45 يبقى كام؟ 75 دقيقه مش كده؟ The patient can afford the primary PCI. patient من العيان يقدر يدفع ويعمل primary PCI. بس في questions لازم تبقى answered. ايه ال questions بقى؟ اللي هي ال absolute contraindication بتاعت ال thrombolytic therapy. حد عنده فكره كده؟ recent operation كويس، ودي واضح ان هي يعني كان في sexual intercourse الليله اللي فاتت اكيد مفيش. اه صح previous stroke. طيب يعني اي عيان جاله previous stroke this is an absolute contraindication. لو هيموراجيك ولا ischemic stroke؟ ايوه any hemorrhagic stroke في حياته اللي فاتت كلها is an absolute contraindication، حتى لو فات عليها 100 سنه خلاص. طب اسكيميك ستروك قد ايه الابسولوت كونتر اديكيشن؟ 3 شهور 3 شهور بس. فلو كان يعني لو في خلال 3 شهور اللي فاتوا يبقى ما ينفعش ياخد الستريبتوكينيز لو جاله ستروك. طيب الجي الستريبتوكينيز اسكيميك سيريبرو فاسكولار ستروك اكتر من 3 ساعات واقل من 3 شهور. ايه بقى كلمه اكتر من 3 ساعات دي؟ يعني خليها فات عليها ساعتين. لا ركزوا معايا، يعني عيان جاله مايكارد انفاشن وستروك حصلت او بتحصل، عيان تعيس كل عيان. وشفت انا حاله شفت حالتين زي حياتي يعني المهنيه اثنين. طيب والستروك جات له من ساعتين والمايكارد انفاشن جات له من 3 ساعات. اه يعني جاله ام اي الاول وبعد كده ممكن امبوليزم ولا حاجه وعملت له سيربرو فاسكولار ستروك. هو جاي بقى العيان دلوقتي هيموبليجيك وعنده ام اي، دي له سيربتوكينيز ولا مديله سيربتوكينيز؟ هو جاي خلال ساعتين من الستروك مش سيربتوكينيز، هديله ثرومبوليتيك ثيرابي ولا لا؟ مش هديله.
طب بس احنا كاتبين اكتر من 3 ساعات، ما انا كان اقل من 3 ساعات ممكن ياخد اقل من 3 ساعات بقى is an indication for thrombolytic therapy. تدي له الحقنه المذيبه للجلطه وتداوي الاثنين. ايوه ما لازم اشوف طبعا، لازم اشوف. ما احنا كان اسكيميك ستروك مش هنقول كده ولا ايه؟ اسكيميك يعني هعمله سي تي برين. بس باي ذا واي بقى لمعلوماتكم اللي درس بس في الاسكيميك ستروك هو التي بي اي تيشو بلازمج اكتيفيتور، ولم يدرسوا اطلاقا الستريبتوكينيز. وبالتالي هنا في مصر ما ينفعش انا استخدم الستريبتوكينيز واقول لا هداوي بيه جلطتين الا في ظروف بقى يعني ايه اللي هو احنا بنجرب بس واخد كونسنت من العيان. دي حصلت معايا مش معايا شخصيا يعني، كنت انا معايا مع استاذي الدكتور عصام بليف، وكانت الحاله كنت انا النائب اللي موجود في المستشفى وهو كان الاستشاري بتاع الحاله. والحاله جت بنفس التيبيكال برزنتيشن ده، جاي بايه؟ ستروك بعد مايكاردال انفاركشن. هو جاله شست بين وبعديها ستروك، هو ما يعرفش لسه ايه، فاحنا بندخله على انه ستروك وبنعمل له اي سي جي لقينا اس تي سيجمنت اليفيشن. قلنا لهم احسن حل هو القسطره، ذي كانوت افورد ومش عايزين القسطره. طيب الحل الثاني بقى هو تيجو بلازميشن اكتيفيتور اللي هو مش موجود. الحل الثالث الافتكاسه بقى اللي هو ايه؟ الافتكاسه المصريه. الحقيقه ما جربتش قبل كده بس هنجربها. احنا هندي ستريبتوكينيز وثرومبوليتيك ثيرابي في اول ساعتين من الستروك، هو منه يداوب الجلطه بتاعت الايه؟ بتاعت الكرونري والجلطه بتاعت البرين. وقلنا لهم ان الاختيارين شرحنا لهم ازاي بقى؟ ان لو ما خدش حاجه هيعيش هانديكابت ده لو عاش، وهيعيش بهارت فيلير، فعنده هارت فيلير وعنده هيمبليجيا. فيعني حاجه ميزربل بيشنت. ولو خد ستريبتوكينيز هيموت. ده الريسك، انا بتكلم على الريسك، هيموت من سريبرال هيمورج. طب والحاجات الحلوه؟ انه لو خد ستريبتوكينيز يداوب الجلطتين وضربنا عصفورين بحجر واحد لا كده ولا كده. والحاجه الحلوه في الناحيه الثانيه انه مفيش حلو في الناحيه الثانيه لو ما خدش، يعني مش هيحصل له هيمورج بس هيعيش بال يعني ممكن هو مفيش حد يضمن الحقيقه يعني، بس قلنا لهم كده. قالوا لا ده لو هيعيش بهارد فيلير وهانديكاب دي يموت احسن. اهله قالوا كده، اديله عامل ستريبتوكينيز ومضوا على كده. والمفاجاه العيان عاش والاثنين فكوا. اه والله دي كانت حاله يعني من الكيسز، بس طبعا ده اسمه اوف ليبل يوز. ده انا ما اقدرش اخد القرار ده ولا انتوا ولا ده، لازم حد كاليبر كبير. وما هو في حاجه اسمها اكسبرت كونسنس، ف يعني ده اكسبرت اوبينيون ودي حاجه خاصه بيه هو يعني دي يعني هو مانجد الحاله بالشكل ده. بس انا بقول لكم يعني ده حصل قبل كده. المهم انما عشان بقى الكلام علمي، لو اسكيميك ستروك اقل من 3 ساعات ممكن ادي بس تي بي اي تيشو بلازمج اكتيفيتور اللي هو ب 5000 جنيه وموجود في مصر بس مش موجود في مصر خالص. طيب ايه البريفيوس انترا كرين هيموريدج؟ السؤال يعني ايه المشكله؟ اه بعد 3 ساعات ايه اللي هيحصل يعني؟ لسه سيريبرال سوفتنج وممكن تقلب هيموراجيك. يعني لو اديت ستروك كويس يقلب بقى انتر سيريبرال هيموريدج ويموت فعلا. من 3 ساعات دي من الام اي ولا لا؟ من الستروك. الام اي الويندو بتاعه قد ايه؟ يعني الام اي اديله ثرومبوليتيك في خلال وقت قد ايه من بدايه الالم؟ 12 ساعه. 12 ساعه خلاص. ومدوها ل 24 ساعه في حاله وجود كارديوجينيك شوك. يعني عامل كارديوجينيك شوك، وان كان كارديوجينيك شوك ده انديكيشن اصلا للبرايم بي سي اي، بس لو ما فيش يعني ممكن معاك لغايه ال 24 ساعه. بس هي الجالانس 12 ساعه وممكن في ظروف معينه تبقى 24 ساعه. طبعا الانتراكرينيو بلازما او فاسكولار ريجن عنده مثلا هيمانجيوما متشخصه قبل كده؟ لا ده ما ده ممكن تبليد. عنده بيري انيوريزم ممكن يبليد. يعني اورتيك ديستكشن طبعا اكتف بليدنج نوت انكلودنج منسز، يعني لو في ميل ده نادرا ما هنلاقيها. في ميل من استرويتنج اصلا بتبقى محميه من جيل اثيروسكلروز، بس سام تايمز ات هابنز. يعني عينين بيبقى عندهم لوبس او حاجه وفاسكولايتس وجيلهم مايكاردي انفاركشن، ف اكيوت بليدنج لو عندها المنسز ده مش بليدنج، ده تدي ستريبتوكينيز عادي وانت مطمن. مش هو ده البليدنج اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى اي اكتف بليدنج غير المنسز يعتبر ابسولوت كونتر اندكيشن، اما المنسز ما تعتبرش كونتر اندكيشن. خلاص؟ فانت لازم تسال الحاجات دي، لان سيمبلي لو عيان قال لك انا كان جالي جلطه في المخ سوري جالي نزيف في المخ من 6 سنين مالكش غير القسطره، حتى لو هنقعد عليها 4 ساعات على بال ما تحصل. مفهوم كده؟ يبقى العيان بقى نختار له ايه؟
لو ما عندوش اي ابسولوت كونتر انديكيشن. طب نحل بقى الاشكال. طب نشوف ده الالجوريزم بقى اللي المفروض تمشوا عليه. لما عيان يجيله اكيوت اسكيميك شست بين، ركزوا معايا على هو ده الزتونه خلاصه الخلاصه. لما العيان يجيله اكيوت اسكيميك شست بين عملت له اي سي جي لقيته ستيلي، اول حاجه اسك اباوت ذا اونست اوف سيمتومز، ابتدى من قد ايه؟ لان انا عندي ويندو خلال قد ايه؟ 12 ساعه. لانه بعد الويندو ما بقاش فيه فايده من فتح الارتري، هنعرف نفتحه كل حاجه بس بعدين لو فتحته يعني من الهارت الحته دي ماتت وشبت موت نكروتك وابتدت كمان عمليه الفايبروز. يبقى اسك اباوت ذا اونست اوف سيمتومز. كمان من الاونست اوف سيمتومز في جمله جميله جدا بتقول لك ايه؟ ان الفيرست 3 اورز ار ذا جولدن اورز. نسبه نجاح الثرومبوليتك ثيرابي زي البي سي اي في اول ثلاث ساعات، فساعتها مش هتفرق. الرجي تو اسبرين اور كولبيدوجريل ده لازم تسال عنها، اند كونتر اندكيشن تو فايبرينوليتيك ثيرابي. بس الثلاث حاجات دول الاونست اوف سيمتومز والرجي للاسبرين او الكولبيدوجريل، واذا كان في كونتر اندكيشن للفايبرينوليتيك ثيرابي. الحاجه الثانيه اللي تعملها ميجر ذا بلاد بريشر اند اسيس فور اكيوت سيفير هارت فيلير. ليه بقى؟ اصل هو سيفيرلي هايبوتنسيف مش هينفع ياخد السيبتوكينيز. السيبتوكينيز اصلا بيعمل رياكشن لانه السيبتوكينيز بيعمل السيبتوكوكاي معايا الورق، فاصلا ممكن يعمل رياكشن يعمل هايبوتنشن، فما يتاخدش لو كان في سيفير هايبوتنشن. ولو في اكيوت سيفير هارت فيلير السيبتوكينيز مش هو الرول، الاساس هو ايه بقى؟ البرايمري بي سي اي. فانت هتشوف يعني هل العيان جاي اورثوبنيك وبيبقلل ونهجان جامد جدا وسمعت عليه كريبيتيشنز، ده ما ينفعش ستريبتوكينيز، ده لازم برايم بي سي اي حتى لو تابعه ده اربع ساعات. خلاص؟ وميجر ذا بلاد بريشر عشان لو كان سيفيرلي هايبوتنسيف او يعني في كارديوجينيك شوك لازم برضو بي سي اي. جيف اسبرين 300 مللي جرام اند كلوبيدوجريل 300 مللي جرام. خد بالك من الكلوبيدوجريل دي لو كان اقل من 75 سنه، بمعنى لو عيان 80 سنه ما ياخدش الكلوبيدوجريل ده، ياخده بس وهو بيعمل القسطره، يعني ياخد واحده بس انما ما ياخدش اللودنج اللي هي 300. يبقى اجيب اسبرين 300 مللي جرام، يبقى خليها كده العيال هدخل عليه تاني هساله الثلاث اسئله دول، هل في الاونست اوف سيمتوم من قد ايه؟ والالرجي للاسبرين او الكلوبيدوجريل؟ وهل في كونتر اندكيشن ولا لا للفايبرينوليتك ثيرابي؟ واميجر ذا بلاد بريشر واشوف هل في علامات هارت فيلير سيفير هارت فيلير ولا لا، اللي هي اورثوبنيا وكريبيتيشنز وجالوب اللي هو ده. وبعدين جيب اسبرين وكلوبيدوجريل. طيب هتتصل على الشخص اللي موجود في مستشفى بي سي اي كابل، يعني عندهم ايه؟ قسطره. وتبعته في البرايمري بي سي اي امتى؟ في اقصى اليسار هنا، لو عنده كونترا اندكيشن للفايبرينوليتك ثيرابي لانه ملوش حل تاني، لو عنده كارديوجينيك شوك، لو في اكيوت سيفير هارت فيلير. لو لقيت حاجه من الثلاثه دول حتى لو كان عندك الستريبتوكينيز وهو ما عندوش كونترا اندكيشن، برضه الاحسن انه يروح للبي سي اي حتى لو هيعدي وقت طويل. مش فارقه الوقت بقى، خلاص؟ يبقى لو لقيت حاجه من الثلاثه لو عنده كونتر اندكيشن فايبرينوليتك ثيرابي او كارديوجينيك شوك او اكيوت سيفير هارت فيلير، ده لازم يتبعت برايم بي سي اي. كل هنا ممكن نحط مثلا 0 100 172 16 14. دي نمرتي. كان جد فعلا. يعني ممكن تكلموني انا ارتب له على طول يجي هنا المستشفى ونعملها، احنا طبعا هنا مش شغالين 24 ساعه. قبل ما انا ايه؟ ابعت لي مسج. ابعت لي مسج. قول ان في قسطره بس ومالكش دعوه. هتلاقيني انا بتصل بيك هقول ارجوك رد عليا. طيب الحاجه الثانيه بقى، طب بفرض ان مفيش حاجه من الثلاثه دول. فرض ان مفيش حاجه من الثلاثه دول، هنعمل ايه؟ كالكوليت انتسيبيتد تايم فور تو البرايمري بي سي اي. ده دورك انت بقى وانت قاعد في الوحده او قاعد في العياده بتاعت او استقبال مستشفى مركزي او كده، انت اللي بتقرر، انت اللي بتحسب، انت الحكيم. هتشوف العيان ده هيعمل برايمري بي سي اي في خلال ساعتين من وصوله عندك واتخاذ القرار، مش من ساعه الاونست اوف بين. الاونست اوف بين كان اربع ساعات، دي مش قضيتنا خالص، كان خمس ساعات. انا يهمني من ساعه ما جالك انت الفيرست ميديكال كونتاكت، انت اللي المفروض تحسب هل البي سي اي هتاخد ساعتين ولا لا. لو هتاخد اقل من ساعتين على بال ما يدخل، انت عارفين بيقول عليه ايه؟ دور تو بالون. يعني ساعه ما خبط عليك الباب
عشان يدخل يكشف لغاية لما القسطرة هتركب والبالونة تدخل وتنفخها في الشريان ياخد وقت لو ساعتين انت المفروض تحسبه ده. عشان كده انت برضه ايه عربية اسعاف هياخد وقت على بال ما يرتبوها مثلا ممكن تاخدها ربع ساعة او لو العربية تحت ايدك انت بتحسب ده وبتحسب الطريق الترافيك هياخد وقت قد ايه وهو على بال ما يروح هناك ويعملوا له اي سي جي في الاستقبال تاني وبعد كده يطلعوه فوق وبعدين على بال ما يكلموا التيم بتاع القسطرة علشان خاطر يجهز في خلال مثلا نص ساعة كل الحاجات دي انت بتحسبها. لو لقيت الوقت ده اقل من ساعتين يبقى ايه يبقى بي سي اي تبعته حتى لو كان ممكن تعالى الاستريبتوكينيز دلوقتي لا بعد ساعتين بي سي اي احسن من الاستريبتوكينيز دلوقتي. اه طبعا جولدن اورز اللي هي اول 3 ساعات الاثنين زي بعض بس خد بالك العين ده بتاعنا جاء بعد 3 ساعات وانت بتعمل له بقى الاي سي جي فاتت 3 ساعات خلاص. انا قصدي حضرتك دلوقتي كل بنحسب لو اقل من ساعتين هنبقى ايه اقل من ساعتين مش خلينا نفرق ما بين من اول الانصة اوف بين جالك في خلال قد ايه دي انا عايزها تبقى 12 ساعه حلو يعني اول ما جاله الوجع اقدر على الاقل سيبتوكينيز او اعمل له برايمري بي سي اي الاثنين في خلال قد ايه 12 ساعه. هو جالك بعد 3 ساعات توصل في 3 ساعات اللي فاتت دي بقى انا دلوقتي هو العيان عندي اول ما جالي انا عرفت انه ستيمي هبعته يعمل ايه او ايه هل يعلق السريبتوكينيز ولا يعمل بي سي اي؟ لو البي سي اي هتتاخر ساعتين لا يبقى التايم ده كبير يعني لو اكتر من ساعتين يبقى ده تايم كبير قوي هنضيع مصل كتير فالاحسن ان انا اعمل له ايه ادي له ثرومبوليتيك. انما مفيش مشكله لو ساعه ونص اصبر علشان اعمل له البرايمري بي سي اي ولا كل الحالات كل الحالات خلاص يبقى ساعتين هبعته لو اقل من ساعتين هبعته. طب لو اكتر من ساعتين يعني حسبتها كده مثلا ايه بتصل بيهم في بنسويف لا ده القسطره عطلانه والعيان كان نوت افورد ما يقدرش يدفع فلوس كتير بس ممكن ليه حد مثلا في معهد القلب هيعملوا له برايمري بي سي اي لو راح معهد القلب يبقى هو هياخد له مثلا ساعتين على بال ما يوصل وبعدين على بال ما يدخلوه هناك وبتاع لا ده لقيت وقت كبير قوي يبقى مش هينفع. ده اللي عايز اوصله لكم يبقى لو هيتاخر من ساعه ما كان عندك اكتر من ساعتين على ما يعمل القسطره لا علق له ستريبتوكينيز ابعته للي هيعمل ستريبتوكينيز اللهم الا بقى لو الستريبتوكينيز ده هياخر ساعه ونص يعني انت محدود في حته اصلا من هنا لنيله وعلى بال ما يروح المستشفى المركزي حتى اللي فيه الستريبتوكينيز هياخد له ساعه ونص. طب ساعه ونص فرقت من ساعتين ما فرقتش لا ابعته ايه بي سي اي. فلو الفرق ما بين التو تريتمنت اكتر من ساعه يبقى ياخد الثرومبوليتيك ثيرابي لفت يبقى زي السكيما بيقول يبقى انت هتكالكوليت الانتسيبيتد تايم. ايوه يا اسر لا مش من قصته فين ساعتين لساعه ما جالي خلاص يبقى اول ما يجي انا احسب له لو هياخد ساعتين او اقل يبقى انا ممكن اعمل له ابعته يعمل ثرومبوليتيك سوري يعمل بلان بي سي اي مش لازم ثرومبوليتيك ثيرابي. طب لو اكتر اعمل ايه ابعته يعمل لا ثرومبوليتيك ثيرابي. فاذا لو اكتر من ساعتين هعمل اديله الفايبريلوتيك ثيرابي بس بروفايدد انه ما عندوش الكونترا انديكيشن اللي فاتت فهمت كده. فده هيحدد انا يعني والله من احياها فكانما احيا الناس جميعا دي نقطه مهمه جدا وانتوا اللي هتحطوا فيها لان انت اللي بتحوله وانت اللي بتوديه ما تقولش انا ما عرفتش ده ما دام عرفت ان ده ستيمي استيسمنت اليفيشن وسالت عن الكونترا انديكيشنز ولقيتها مش موجوده يبقى انت اللي توصل العيان للمكان الصح لو ما بلغت. طب يا دكتور صح ان هو العيان ده ايه ما عندوش ستيمي ليه جالي النهارده دلوقتي وانا عندي تو اوبشنز اديه ايه من بالليل يعني مات خدت قد ايه ساعه كام ساعه ما بيحددوش بقى لا ما هو لازم امتى الوجع ابتدى ممكن يقول لي كان بيروح ويجي اكتر من 12 ساعه اكتر من 12 ساعه خلاص اللي هياخد كده دي ولا دي اه الا لو كان في كارديوجينيك شوك ياخد بي سي اي بي سي اي لكن غير كده انا مش هعمله هوسبيتالايز بس مش هديله مش هفتح الارتري مش لازم افتح الارتري اه مبقاش في استعجال بقى يعمل قسطره براحته بعد 3 4 ايام 5 ايام لما يهيل كده البي سي اي لا مش كنت دي انديكيشن بس ثلاث ساعات على الاقل دي نقطه بقى مهمه كويسه قوي. اسر بتسال سؤال حلو تقول لك لو واحد خد ثرومبوليتيك ثيرابي ستريبتوكينيز خليه فيلد
مش انت بتقول 60% بس بينجحوا يبقى في 40% مش هينجح، طب خليه فيل هنعمل ايه؟ انا بعته يعمل قسطره، ما هو مفيش عايز افتح الارتري، طب هبعته يعمل قسطره، اول ما الدكتور يجيب الفيمورال فانكشن يخرم الفيمورال هنا المفروض دمه مش عارف يقفلها عشان واخد ستريبتوكينيز، عشان كده لازم على الاقل يعدي 3 ساعات من الستريبتوكينيز. ويفضل الجايدلاينز دلوقتي بقت تقول ايه، اي عيان خد الستريبتوكينيز سواء نجح او ما نجحش هيعمل قسطره برده، بس من بعد من 3 ساعات ل 24 ساعه. يعني من الاخر بقى كده كده لو حتى لو علاج ستريبتوكينيز هنقسطره، قسطره لكل مواطن هو كده، خلي الناس تبيع وتكسب. يا دكتور انا بعرف ان هو السيرت الانسنج ان هو بس ليه في ثلاث حاجات، سيجمنت ديبريشن نزل يعني ريزوليوشن اكتر من 50% من اللي كان عليه. يعني هي انت سمعت السؤال هتقول اعرف ازاي ان الستريبتوكينيز نجح؟ لو الاس سيجمنت نزل 50% من اللي كان عليه، يعني هو كان مثلا مرفوع 4 مربعات، لو لقيته نزل بقى مربعين ده علامه سكسسفول ريبرفيوجن. الحاجه الثانيه لو ريزوليوشن اوف ذا شست بين، شست بين راح. الحاجة الثالثة لو حصل ما يسمى بالريبرفيوجن اريزميا، بيحصل اكسلريتد ايديو فنتريكل ريزم او فنتريكل تاكيكارديا رغم كده، دي معناها ان الارتري فتح. فالثلاثة دول لما بلاقيهم بعرف ان الارتري فتح، واهم حاجة ان الاس تي سيجمنت ينزل والشست بين يروح، دول اهم. بس ده بيهايند السكوب بتاعنا، مش انتوا اللي هتعلقوا له ستريبت، ده تعالى لازم طبيب مقيم كارديولوجي خلاص او اي سي يو. هو كده الوقت اللي هو نفس الوقت اللي يعني 12 ساعة. ايوه هو هو، بس البي سي اي ممكن تكسند 24 ساعة لو في كارديولوجيك شوك. اوكي اخر سلايد شوية بس كومون مال براكتس كده. نمبر 1 لان استرويد انتي فلاز دراج فور اسكيميك شست بين. ايوه لو حد كان جاله ام اي وخد ستريبت، لو جاله تاني الستريبت ياخده ولا لا؟ دي نقطة مهمة. لو اقل من 5 ايام وجاله تاني ممكن ياخده، لان لسه مش هيكون كون انتي بادز للستريبتوكينيز. انما لو اكتر من كده يفضل انك تنتظر 6 شهور، وبعض الكتب تكتب سنه او سنتين كمان. اي عيان خد ستريبتوكينيز تعرض عليه الافضل انه يعمل برايمري بي سي اي ما خده قبل كده، لان ممكن يبقى عنده انتي بادز. نعم؟ ياخد تي بي اي او تي بي اي طبعا لو موجود. sometimes العيان يبقى واخد streptococcal infection عنده sore throat، والستريبتوكوكاي هي اللي بتطلع الستريبتوكينيز، فهو كده كده بيطلع له انتي بودي، فاهمين؟ فهو ممكن اصلا يبقى عنده انتي بوديز للستريبتوكينيز، فاول ما ياخده عشان بس كان عنده sore throat من كام يوم. فعشان برضو بس دي مش كونترا انديكيشن، انا بقول لكم ان وارد، يعني شفنا عيانين دخلوا في انافلاكسس فعلى طول بتوقف الانفيوجن. بس ده مش انتوا بتدخلوه في حاجات مش بتاعتنا دلوقتي. يعني انا مش بكلم النهارده انت مين اللي هتعلق له، وانت بتعلق له تعلق له ازاي. بس طبعا دي نقطه مهمه علشان كونتر انديكيشن، يعني لو عيان خد قبل كده ستريبتوكينيز يفضل ان هو ما ياخدش. نانس لا مفيش مشكله بيعمل، بس انسنس اقل. ايوه ما حدش قال ان تي بي اي امن، تي بي اي بيعمل بس الانسنس اقل بكتير من الستريبت كويس. نعم؟ يعني ما عملتلوش حاجه ثانيه قبل كده، يعني بمعنى برايمري بي سي اي، يعني ما ادتلوش ترومبوليتك ثيرابي قبليها. اسمها ريسكيو بقى. ريسكيو. او الكتيف. مش لازم برادي. هاي بوتنشن وهو مع ام اي، يعني تبقى شوك خلاص ما دام في سيفير هاي بوتنشن وتيشو برفي اوليجوريا طبعا شوك بقى، اوليجوريا تاكيكارديا كل الحاجات بتاعت شوك. بس عشان ما هو ايه مصدرها؟ مايكارديال انفاركشن. ممكن طبعا لو ركبت سنترال لاين الاقي الجي في بي عالي، فده مش هايبوفوليميك اكيد. عشان بليدنج تندس عاليه، يعني ممكن يجي لهم سيرفر هيموريدج لو اكتر من 75 سنة. اقول لكم مال براكتس دول ولا ايه؟ نرصهم بس بسرعة كده عشان ما تعملهمش. بسرعة يا جماعة معايا. نان ستيرويدال انتي فلاتو دراج فور اسكيميك شيفت بين. عيان عنده اسكيميك شيفت بين تديله نايتريكس وبيتا بلوكر والادوية التانية. احنا لينا كورس تاني اسمه الاوت بيشنت كلينك.
ان شاء الله لو انتوا لو يعني هنعمل في اخر الكورس لو انتوا محتاجينه لان في عدد هنعمله برضه باذن الله. اذا كان نون ستيرويد انتي فايرال دراج فور اسكيميك شست بين ما حدش يعمل كده. اسكيميك شست بين ياخد نايتريلز، ياخد بيتا بلوكرز، ياخد فاستريل، ادويه انتي اسكيميك، انما ياخد حقنه فولتارين عشان اسكيميك شست بين ذس از ابسولوتلي رونج. لا ياخد اسبرين مش كانالجيزك، ياخد انتي بليتلت. نون ستيرويد انتي فايرال دراجز ويز ريزيستنت هايبرتنشن او هارت فيلير. اولا لان معظمه بيبقى فيه صوديوم فلو فده هيرفع البلد بريشر ويزود الهارت فيلير. يعني عيانين الهارت فيلير والهايبرتنشن ما ياخدوش كتافلام. ده بالعكس بقى بيعمل ريزيستنت هايبرتنشن لانه كمان انتي بروستاجلاندنز. البروستاجلاندنز باي ذا واي ار رينال فازودايليتورز. فلما انت بتعمل كده لما بتدي اسبرين سوري لما بتدي قصدي كتافلام واولفين ودولفين والحاجات دي كل دول بيعملوا بروستاجلاندن فيحصل رينال فازو فكدني تزعل طلع رينن والرينن انجيوتنسرج انجيوتنسر فيعمل هايبرتنشن اكتر. طب هل بيعمل صوت هوت ريتنشن؟ لا البارامول بس ممكن ناخده خلاص. سابلينجوال مايفيديبين اللي هو الابيلات فور سيفير هايبرتنشن اللي هيفتح علبه الابيلات اللي هي الكبسولات اللي هي اصلا ابتدت تتسحب يلاقي فيها بوكسد وارنينج. يعني عاملين بوكس في الـ في الـ في الانسرت الليفلت اللي جوه عاملين فيها بوكس كده اوعى تحط سابلينجوال نايتريت سوري ده سابلينجوال ابيلات او نايفيديبين في عيان عنده هارت هايبر سيفير هايبرتنشن. اصل البراكتس مشهور 180 على 100 لا خد الحبايه دي تحت اللسان. انا كان على نايفيديبين لانه بيعمل ريفلكس تاكيكارديا ودخل عيانين كتير في مايكاردا انفاركشن. ايه الميكانيزم يعني؟ قلت لكم انا هاي بوتنشال يبقى هيقلل الكورونري فيلنج برادي وتاكي كارديا هيزود الايه هيزود الديماند. فلو هو اصلا اسكيميك يدخل في مايكاردا انفاركشن على طول. طب الكابوتين تحت اللسان مفيش مشكله ما بيعملش ريفلكس تاكي كارديا زي الاف دي بي فممكن يتاخد تحت اللسان. نعم الاورال عادي ما شايفه مش هيشتغل بسرعه ياخد وقت. وبعض الناس بتقول لك ايه طب خلاص انا هدي له بيتا بلوكر معاه. ما لو اديت له بيتا بلوكر مش هيحصل ريفلكس تاكي كارديا. دي ممكن بقى بس دي الحركات المصري بقى. طيب هيبرين انترا ماسكولر دكتور لو سمحت كتبوا لي على حقنه الهيبرين بس ما فيش حد يديها لي ممكن تديها لي. اتفضل تيجي انت ايه متبرع واخد حقنه الهيبرين ودببها له انترا ماسكولر يعمل له هيماتوم على طول يجي لك في نفس اليوم بالليل او تاني يوم بكل كعبه كبيره كده. ف تيك كير لان المصل طبعا مليانه كابيلرز كتير وانت بتعورها اصلا وبتدي هيبر. طيب نايتريتس ان سيفير مايترال ستينوزز انا شفت عيانه ماتت من انها خدت سابلينجو نايتريت وعندها سيفير مايترال ستينوزز. عندهم سيفير مايترال ستينوزز عندهم بالمونر هايبرتنشن وبيعتمدوا اصلا على الفيلنج. يعني عنده سيفير مايترال ستينوزز ها تاني الليفت اتر بريشر اخباره ايه؟ عالي فالبالمونري فينس بلا بريشر عالي فبيجي له بالمونري هايبرتنشن. اذا الرايز فنتكل قدامه افتر لود كبير انتوا فاهمين يعني الرايز فنتكل قدامه لود كبير فبيعتمد ان يجي له فلويد عشان يقدر يضخ. هو عنده افتر لود عالي فمش قادر يضخ فبيعتمد ان جاي له فينس ريتيرن كتير عشان يملاه ويزقه. لو مفيش فينس ريتيرن كتير وقدامه كمان الدنيا مسدوده ذا سيفير هايبوتنشن يجي لهم شوك. عشان كده عيانين سيفير مايترال ستينوزز اصل دي عيان عنده شيست بين وديزنيا ومش عارف ايه لو ما كلفتش نفسك تحط السماعه وتسمع الرامبلنج بتاع مايترال ستينوزز واديت له سابلينجو نايتريت من النايتريت ما قتل منها السيفير مايترال ستينوز. فخد بالك نايتريت افتر سيلدنافيل قلناها دي ونايتريت باتش كونتينيوسلي. انا مره واحد جاي لي والله العظيم يعني حاجه تفطس من الضحك جاي لي عارفين يعني الله يرحمه بقى معمر القذافي كان بيحطنا ياشين كده هو جاي لي كده العيان مفيش حته في صدره مش متعلق عليها نايتريتس. المفروض اصلا دي مشكله الدكتور. الدكتور المفروض بيكتب يقول له تحط نايتروديرم باتش تلزقها 12 ساعة 13 15 ساعة وتشيلها. مع قالوش تشيلها قال له تحطها
وبيحطها كل يوم بقى، فيحط دي بعد كده دي بعد كده دي، جاي لي بقى ايه ناشين كتير كده في صدره، مفيش مكان فعلا. ايه يا ابني ايه ده، حاجه غريبه جدا. طب فلا محدش يعمل كده، هي اصلا هي بعد شويه تبقى خلصت، فتتحطها ال 12 ساعه بعد كده بتشيلها، تقعد فتره نايتريت فري وتحط له لزقه تاني في ميعادها. يعني حطها مثلا 9 بالليل تتشال 12 الظهر تاني يوم، ويقعد من 12 ل 9 فري عشان ما يحصلش تولرنس، وبعدين يلزقها تاني 9 بالليل وهكذا. خلاص كمان الامبيريكال انتيبيوتكس ان بوسيبل كيس اوف انفكتيف انتوكارديتس، عيان معروف انه روماتيك وجاي فيفر شديد له 4 ايام، دايما ايديكوا بتجري على الايه الانتيبيوتكس، فيفر وعيان بقى ومثلا كاف وديزني ومش عارف ايه، تقوم تكتب انتيبيوتكس. لو انت حاطط في دماغك انه ماي بي سسبكتد ان هو يبقى انفكتيف انتوكارديتس، ما تديلوش انتيبيوتكس. تقول لي ليه، الانتيبيوتكس مش بتخفف الانفكتيف انتوكارديتس؟ ايوه بس احنا بنشخصها ازاي؟ بلاك كلتشر. لو انت بتطلع انتيبيوتك هيطلع كلتشر نيجاتيف، هنفضل نلف حوالين نفسنا وما نعرفش هو اصلا ايه الاورجانيزم، فضيعت عليه فرصه الدايجنوزس اصلا. طبعا جربت 3 ايام يعني، جربت لا 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 لا، بياخدوا 3 كلتشر على الاقل بينهم وبين بعض ساعه، مش كل يوم. كل يوم ده لما يبقى مايلد انفكشن واحنا مش قلقانين من حاجه، انما دلوقتي ما بنعملش كده. يبقى بنسحب 3 كلتشر، كل واحده منهم فرق بينها وبين تاني على الاقل ساعه ومن ديفرنت سايز، وما استناش النتيجه وببتدي بقى انتيبيوتكس. بس لو هي انفكتيف انتوكارديتس دي اللي بتاع الكارديولوجي. درجز فور هايبوتنشن، انا ضغطي واطي، خدي نقط الايفورتيل 15 نقطه على كوبايه ميه الصبح كل يوم، ده نونسنس ولا ليه اي معنى خالص. من مفيش حاجه في الطب كده. كان في شابتر زمان في سيسل اسمه هايبوتنشن، اتلغى اديله 10 سنين، مش موجود اصلا خلاص. فمبقاش في حاجه اسمها ديزيز في الطب، مبقاش في اسمه هايبوتنشن خالص. طب ايه ده اللي عندهم هايبوتنشن يعملوا ايه؟ هايبوتنشن يبصوا قدام وش وظهر، لان دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم الا لو سيمتومز ريليتد للهايبوتنشن. وايه هي السيمتومز اللي ريليتد للهايبوتنشن؟ ان بيجي لهم ديزنس لما بيجوا يقفوا، يبقى نايم ده بوستشرال. وساعتها ليه الاول تيست نسبه بي ده انه بينزل السيستوليك بلاد بريشر 20 ملم مركري او داستوليك 10 ملم مركري مع الستاندنج، وفي الاول نقول لهم يشربوا ميه كتير ونشوف لو عندهم فاريجوز فينز ولا حاجه تكون هي السبب، لان لما بيقف بيحصل بورنج للبلاد. يعني لازم تعمل حاجات كتير قبل ما تدي ادويه انما واحده تقول انا ضغطي واطي ضغطي واطي واخده عشان ضغطي واطي، طز فيكي. هي كلهم في ميز للاسف، مفيش حاجه اسمها ضغطي واطي. ضغطي واطي دي حاجه كويسه، ممكن ناكل حوادق، وان كان يعني انا ضد برضو فكره ان احنا ناكل حوادق كتير عشان ضغط واطي. ضغط واطي ده النورمال بتاعك، في ناس كتير نورمالها 80 على 50 مش محتاج تريتمنت، الا لو اثبت بما لا يدع مجال للشك ان البلاد بريشر الهايبوتنشن ده هو سبب. يعني مثلا عندها اوليجوريا مع الهايبوتنشن ده شوك، ده بقى دي قصه ثانيه. انما واحده طول عمرها كده 80 50، ما انت طول عمرك 80 50 جاي تتعالج ليه؟ مفيش حاجه اسمها تريتمنت للهايبوتنشن. انا عارف ان دي مشكله عندكم يعني. نعم؟ عارف ذاته امراض، هي دي اصلا جايه امراض اصلا في العياده كده، انا عارف ذاته طول عمرها ولا حاجه. انا قسته كده لقيته 80 50 اقول لها شكرا، بس ما هي سيمتوماتيك اصلا، هي نورمالي اصلا هي 10 80 بعد كده بقت 80 50. انا اللي يهمني هي خدت حاجه؟ لا مثلا ولا حصل دايريه ولا فوميتنج ولا فوليوم لوس، ما انا لازم ادور على اسباب. انما مفيش اسباب وهي مش سيمتوماتيك بسبب الهايبوتنشن. يعني مثلا هل الهايبوتنشن يعمل ديزنيا؟ لا، فهي جايه بتنهج وعندها هايبوتنشن، ما نقولهاش ان ضغطك الوطي هو اللي مخليكي تنهج، ما يعملش كده. ضغط الوطي ممكن يعمل ايه؟ ديزنس، تخلي لما تقف تدوخ، تقع، سينكوب، اه كده ساعتها نبتدي بقى نفكر. انما هايبوتنشن كده وعندها ابدومينال بينز، اصلا الفيسرال بين بيعمل ريفلكس هايبوتنشن وبراديكارديا، عارف بقى السبب. الهيدك بيعمل كده برضه، انما مفيش حاجه اسمها تريتمنت للهايبوتنشن. وفي بوستر هايبوتنشن ودي تبعتها لنا برضه. اسبرين فور برايمري بريفنشن اباوت 40 ييرز، اي حد عنده 40 سنه لازم ياخد اسبرين. غلط، ده مال براكتس، ده انت بتزود انسلنس بتاع الجي اي تي بليدنج. لا امال ايه 50 سنه ولا 50 سنه ولا كام من ده؟ برايم بريفنشن لو في ريسك فاكتورز، ودي بنعمل لها حاجه اسمها ريسك سكور.
بس ده اوت بيشنت كلينيك بقى في قاعده كده نبقى نتكلم ازاي ان احنا يعني مين العيانين اللي ياخدوا اسبرين وهم ما جالهمش حاجه قبل كده. طبعا اي حد جاله سكند فور سكند بريفيشن هندي هي سكند يا خبر ابيض. اثنين اخرنا لو جاتلي بسيلين وزاوت تيست فور الرجي ثانك يو.